جنرال توكسيكولوجي، الشابتر الجنرال ده اللي هو تاني اصعب شابتر عندنا في الكتاب، وان شاء الله لو ذاكرت هتلاقي الموضوع مش صعب ولا حاجه باذن الله. بعد كده بدانا نمسك بقى كل مجموعه سموم مع بعض في شابتر لوحده. فخدنا قبل كده البلانت بويزنز، السموم النباتيه، خلصناها وقلنا اهم حاجه فيها الديجيتالس والاوفيوم والاتروفين والكلام ده. النهارده ان شاء الله هنتكلم على شابتر تاني الفولاتايل بويزنز. والفولاتايل بويزنز يمثلها ثلاث سموم، واحد منهم اللي هو الخمور الغاليه اللي هي الايثانول اطار الكحول، والثاني اللي هي الخمور المغشوشه اللي بتؤدي للعمى، اللي عمت اثنين طلب الطب من كام سنه كده، اللي هو الميثايل الكحول او الميثانول، والثالث اللي هو الجاز او الكيروسين. الايثانول والميثانول في منتهى الاهميه في مصر، اند راوند واخر سنه في منتهى الاهميه. الشابتر ده كله من الشابترز اللي حلال فيها المذاكره فعلا، المجهود اللي هتبذله فيه هتاخد ده درجات. شابتر صغير الفولاتايل زي ما قلنا كده، ثيرمال انجينز الفورنسي دي شابتر صغيره ومذاكرتها سهله وبتجيب درجات كتير، فده كده خلاص. غير الجنرال، ناس جنرال توكسيكولوجي شابتر كبير جدا وفي الاخر درجاته قليله، الايدنتيفيكيشن في الفورنسيك كبير جدا ودرجاته قليله، انما ده صغير ودرجاته كتير خلاص. مهم جدا كمان بقى اخر سنه اكتر كمان من ايه، وفي الشفوي كمان مهم جدا. الفولاتايل بويزنز نتفق من دلوقتي كده قبل ما نبدا فيها، هما ثلاث سموم، اثنين مهمين جدا والثالث غالبا بيتشطب اللي هو الكيروسين، والثلاثه كلهم يعتبروا سي ان اس ديبريسنتس. اتوقع بقى نتكلم عن الكوما والديبريشن اوف سبارتو سنتر والكلام ده كله خلاص. يبقى لحد دلوقتي ايه هي الديبريسنت دراجز اللي خدناها؟ الاوبيويدز اللي هو المورفين والكواد والهيروين والكلام ده، وادي ثاني مجموعه ايه اللي هي مجموعه الفولاتايلز. بعد كده هناخد بقى بقيه المجموعات اللي هي السيدتيف هيبنوتكس المنومات والحاجات دي والتوكسيك جاسز وكده. تكييف ايه؟ نرفع الحراره؟ لا لا، سي ان اس ديبريسنت يعني ديبريسنت، الاتروبين بيعمل انيشال ستيميليشن ذن ديبريشن. بس الاي سي ما اتوقعش برضه ديبريسنت. او دي لحد جنبي على طول. دي سعيد سعيد. ماشي يا جماعه؟ فشابتر الفولاتايل هنبدا بالاول كده باول نوع منها اللي هم من الثلاث انواع. اول نوع اللي هو الايثانول او الايثايل الكحول اللي هي الخمور الغاليه. خلاص؟ الايثانول اول معلومه اعرفها عن الايثانول ده او الايثايل الكحول ده ان هو بيجي منين؟ من فيرمنتيشن اوف شوجر. يعني تخمر السكر مثلا اللي موجود في العنب يطلع الواين النبيذ والكونياك والحاجات زي كده. تخمر الكربوهيدرات الموجوده في الشعير يطلع البيره ومش عارف ايه. الكربوهيدرات اللي موجوده في القمح يطلع الفودكا وفي حاجات كده. خلاص؟ المهم لازم يكون المصدر بتاعها حاجه فيها سكر او فيها كربوهيدرات. خلاص؟ فدي اول معلومه عشان كده غالي. غير الميثانول الخمره المغشوشه اللي هنتكلم عليها كمان شويه، الثانيه بتيجي من الديستليشن اوف وود، بتيجي من الخشب. حاجه حقيره ورخيصه كده فبيعمل مشاكل جامده. ثاني معلومه يوزز. الايثايل الكحول بيستعمل في ايه؟ في استعمالات كتير من ضمنها مثلا في الكوزمتكس بارفانات والحاجات زي كده، من ضمنها بيدخل في البيفريجز الخمور. الكتب القديمه لحد السنه اللي فاتت كان بيكتب لك تركيز الكحول في بعض انواع الخمور. احنا اللي بنشتغل في السموم لازم نبقى عارفين تركيز الكحول في كل نوع من الخمور، عشان لو جانا واحد شارب خمر ولا حاجه اتوقع نسبه الكحول اللي عنده قد ايه. فعلى الاقل عايزكم تعرفوا الكلمتين دول، الكلام اللي بالاصفر عامه ما بيكونش مكتوب في الكتاب ويهمني انكم تعرفوه، ممكن تزودوا كده. يقول لك ايه؟ تركيز الكحول في البير اقل حاجه هي البيره يكون 4%، واعلى حاجه هو المشروب الروسي المصيبه ده اللي هو الفودكا بيوصل 80%. خلاص؟ اكثر مركز اكثر من الكحول في الصيدليات. فده 80% الفودكا. خلاص؟ في حاجه ثانيه اللي هو المشهور في مصر هو الويسكي ده، الويسكي بيكون 50%. المعلومات دي مهمه نسبيا المفروض نكون عارفينها يعني. خلاص؟ المعلومه الغريبه برضو اللي شفتوها في الكتاب دلوقتي بس هنعرفها بعدين، ان الايثايل الكحول ده الخمور دي هي نفسها انتيدوت لسم تاني، هي تعتبر انتيدوت بتعالج الميثانول. الخمره المغشوشه علاجها هو الخمره العاديه الغاليه. خلاص؟ قلت لكم من كام سنه؟ حوالي 15 سنه او حاجه كده، اثنين طلبه من طب كانوا في سنه ثانيه، لسه ما خدوش الكلام ده يعني، شربوا برضو جابوا خمور رخيصه كده على فلوسهم قليله، جابوا خمور قليله كده رخيصه شربوها، الاثنين حصل لهم ايه؟ كان فيها ميثانول، حصل لهم كومبليت ايرريفرسبل بلايندنس، ملوش علاج، ضاعوا مستقبلهم ضاع عشان الميثانول ده. لو كنا عايزين لو كانوا يعرفوا بقى، لو كانوا مذاكرين الكلام ده كان علاجهم ساعتها كانوا شربوا ايثانول، هو العلاج بتاعها فعلا. خلاص؟ الايثانول على فكره هو الانتيدوت بتاع تو دراجز او تو بويزنز،
هو الانتيدوت بتاع الميثانول والانتيدوت بتاع حاجه تانية جبنا سيرتها مره كده بيتحرك مع الميثانول على طول. كان مكتوب في الماد بايلز مع الميثانول وفي الميداي مع الميثانول حاجه اسمها الايثيلين جليكول كحولي تاني. هما الاثنين دول يعتبر الانتيدوت بتاعهم هو الميثانول. خلاص المهم ندخل في الكلام الايه اهم شويه بقى. بدا يكلمنا عن الفارماكوكينيتكس. احنا بصفه عامه في التوكسيكولوجي سنه في سنه رابعه السنه اللي احنا فيها دي بنهتم اكتر بالفارماكوداينامكس الاكشن والكلينيكال بيكتشر والحاجات دي. خلاص في سنه ثالثه السنه اللي فاتت كنت بتهتموا بالفارماكوكينيتكس والحاجات دي في اغلب السموم ما بنهتمش بيه. لكن هنا في الايثانول الفارماكوكينيتكس مهمه لان دي هتفهمنا الدنيا ماشيه ازاي بعد كده. هي مش مهمه مش هيجي سؤال مصري ولا حاجه بس لازم افهم الفارماكوكينيتكس. يقول لك ايه اللي بيشرب ايثانول اول حاجه يحصل لها ابسوربشن تبدا تمتص كده. اول معلومه مهمه ان الابسوربشن مينلي بيكون من السمول انتستين 80% من السمول انتستين. وبالتالي اي حاجه تسرع الجاستريك امتينج تايم تسرع الابسوربشن فالواحد يسكت بسرعه. عشان كده اللي بيشرب الكحول على معده فاضيه ده بيمتص بسرعه جدا غير اللي بيشرب الكحول بعد فاتي ميل اكله دسمه جدا بتاخر الجاستريك امتينج تايم فده الابسوربشن بتاع الايثانول بياخد وقت اطول شويه. خلاص وعشان كده نفس الفكره اللي بيشرب مثلا شامبين الشامبانيا دي معروفه بتبقى مليانه جاسس صودا كميه كبيره جدا فاللي بيشربها بتعمل ديستنشن في الاستومك فيحصل لها رابيد ايفاكيويشن تمتص بسرعه وبالتالي بيوصل ابسوربشن سريع جدا. الشامبين دي بتعمل ايه ابسوربشن سريع وبتبقى ايه الايفكت بتاعها اسرع بكتير. تاني معلومه ديستريبيوشن بعد ما يحصل لها ابسوربشن يبدا بقى الكحول ده يتوزع في الجسم كله. بيتوزع ازاي؟ على حسب الووتر كونتنت اوف تيشوز. الاماكن اللي فيها ووتر كونتنت كتير يروح لها مثال الكحول كتير. خلاص ده مشكله وبس. ده الكحول اللي بقى مشكلته ان هو فات سوليبل ووتر سوليبل الاثنين وبالتالي بيعدي من كل الممبرينز يعدي من الالفيولار ممبرين فتلاقي ريحه نفسه واضحه جدا يعدي من البلاد برين بارير يوصل للبرين على طول وكوما وحاجات كده يعدي من بلاسينتا الممبرين حتى البلاسينتا. يبقى لو واحده ست شربت خمره وهي حامل كتير الطفل بينزل عنده تخلف عقلي وبينزل عنده مشاكل كتير جدا زي ما نشوف دلوقتي. خلاص النقطه الثالثه اهم نقطه فيهم بقى الميتابوليزم. ده بقى مفتاح فهم الشبكه كله في الحته دي. خلي بالكم معايا اللي بيشرب ايثانول 90 الى 98% من الايثانول اللي هو حصل له ابزوربشن ده بيروح للليفر بيشتغل عليه انزيم اسمه الكحول ديهيدروجينيز يحول الايثانول ده الى اسيتالدهايد والاسيتالدهايد يشتغل عليه انزيم اسمه الدهايد ديهيدروجينيز يحوله الى اسيتيك اسيد وده بيدخل الكريبس سايكل يتحول لسي او 2 وميه وحاجات كده. لاحظوا بقى ملحوظتين في الباثوي اللي قدامكم ده. اول ملحوظه ان الانزيم اللي بيشتغل على الايثانول ما اسموش ايثانول ديهيدروجينيز اسمه ايه الكحول يعني اللي يشرب خمره نظيفه غاليه او خمره مغشوشه منيله كلها بيشتغل عليه نفس الانزيم. خلاص الملحوظه الثانيه المهمه جدا كل رياكشن من دول بيدخل فيه ناد ويطلع ناد اتش ناد ويطلع ناد اتش وبالتالي اللي بيشرب خمره كتير الميتابوليزم بتاع الخمره الكتير اللي شربها دي بتؤدي الى ديبليشن اوف ناد. الناد في جسمه بيخلص بيتحول كله لناد اتش. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي حاجه زي الزفت بتعمل له ثلاث مصايب هنشوفهم دلوقتي. خلاص يبقى خلي بالك من الحته دي يحصل له ناد ديبليشن تؤدي الى ثلاث كوارث هنعرفهم دلوقتي. خلاص ده بالنسبه للميتابوليزم. بعد كده يحصل له بقى اكسكريشن يخرج هيخرج بقى غالبا في اليورين او البريث نفس عشان كده بيبقى ليه ريحه مميزه جدا. هنقول الكلام ده دلوقتي. طيب نبدا بقى الكلام بقى العادي كونديشن اوف بويزنج العاده اكسيدنتال ان تشيلدرن. كل السموم اللي في الكتاب قولي عليها اكسيدنتال ان تشيلدرن. الاطفال الصغيرين ممكن يشربوا خمره يعني؟ لا. شكرا يا باشا شكرا يا استاذ. خلاص اكسيدنتال تشيلدرن الاطفال الصغيرين ممكن يشربوا اي حاجه بتحتوي على كحول بارفان مثلا او ماوث ووش. تخيلوا الغرغره بتاعت الفم دي في انواع منها بتحتوي على الايثانول غالبا مش موجوده في مصر يعني بس بره منتشره جدا. خلاص الطفل الصغير لو شرب اي حاجه فيها ايثانول حتى لو كميه صغيره بتعمل له سيفير هايبوجلايسيميا وبتموته وبتبهدله. في ناس بره اغبيه شويه زي الاب والام مثلا ايه طب وزع الاول مثلا الطفل عمال يعيط كل شويه فبيعملوا له حركه خبيثه جدا يحطوا له نقطتين ايثانول في الرضعه بتاعته في اللبن اللي بيرضعه عشان بس الواد ينام وكده يسكتوه يعني. النقطتين الايثانول دول ممكن يموتوا. خلاص زي ما نشوف دلوقتي. خلاص يبقى الاطفال معرضين جدا اكسيدنتال ايه انجيشن. طب
طبعت حاجات جديده اسلام ولا لسه جديده نزل؟ ما نزل هديتها لمحمد اه ماشي. طب دكتور هو الجزء اللي بيبقى مكتوب عليه اسينشال؟ لا 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 سيبك منه. الجزء الاسينشال ده بعد ما تخلص مذاكرتك ارجع له تاني شوف ان انت استوفيت الحاجات دي ولا لا. يعني ما تسالش ده مش حاجه. خلاص يبقى هو غالبا اكسيدنتال. هل ينفع هوموسايدال؟ هو مش طبعا مش هوموسايدال عشان القتل بس عشان يسهل جرائم اخرى زي الريف والرابر والحاجات دي والسرقه والريف وده. خلاص بعد كده بدا يقول لي بقى الفيتال دوز ايه كميه الكحول اللي بتموت الواحد يشرب قد ايه عشان يموت. هو بيقول لك من 300 ل 400 ملي لتر اوف بيور ايثانول يعني 100% ايثانول لو اتشربت في فتره اقل من ساعه. طبعا مفيش حاجه اسمها بيور ايثانول. عايز يقول لك يعني 300 ل 400 ملي لتر بيور ايثانول يعني من 600 ل 800 ملي لتر من الويسكي. احنا قلنا الويسكي ده 50% يعني مش عارف مثلا 500 ل 600 ملي لتر من الفودكا. فانت بس بتجيب الايه القاعده العامه اللي هي 300 ل 400 ملي لتر اوف بيور الكحول لو اتشرب في فتره اقل من ساعه. بعد كده المعلومه المهمه بقى والغريبه بالنسبه لنا ان الليج في مصر عندنا بقى ليجال بلاد ايثانول ليفل هو 150 ملي جرام في الميه. يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني لو انت واقف في حمله مرور وقفت واحد بيسوق عربيته كده حللت نسبه الكحول في الدم عنده اللي بيسموها البي في سي بلاد الكحول كونسنتريشن لقيتها 140 ملي جرام في الميه ترجع له رخصته مع السلامه ما تقدرش تعمل له حاجه. القانون بتاعنا بيقول لك كده الليجال ليفل هو 150 ملي جرام. لو فوق ال 150 لا ده معناه تعمله بقى محضر سكر وبيتسجن وممكن يروح في ده. خلاص الرقم ده طبعا مختلف من بلد للتاني والرقم ده اعتقد عندنا اتغير يعني مستحيل يكون لسه 150 لان انجلترا نفسها الرقم ده عندهم بقى 100 ملي جرام وبيناقشوا كمان يخلوه 80. في بلاد تانية الرقم الليجال عندهم زيرو ممنوع الخمور تماما زي مين البلاد دي؟ في بعض السعوديه طبعا وايران والسودان في كام بلد كده زيرو ليفل. عندنا للاسف هو الليجال ليفل هو 150 مع ان المفروض انا بقول لك انجلترا نفسها لان عارفين يعني الكحول بيعمل مصايب في الحوادث العربيات والحاجات زي كده فعندهم بيبقى ايه وصل حد مين العقوبه بتاعتها اه لا قللوا الليفل طبعا بقى عندهم 100 وتقريبا خلوه 80 كمان عندنا في مصر زودوا العقوبه اه ما مش عارف بقى. خلاص طبعا الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه يقول لك 300 ملل بيور الكحول تموت دي تموت الانسان العادي انما لو واحد بيشرب خمر بقاله كتير مدمن خمور لو جبت واحد روسي ممكن ياخد لك 300 دول في بق واحد كده ولا يحصل له حاجه. خلاص بيبقى عنده التوليرنس متعود على الكلام ده. خلاص ندخل بقى على الكلام المهم ميكانيزم اوف اكشن دايما بنبدا نهتم جدا من اول ايه الاكشن ده بيشتغل ازاي الايثانول ده والله ما حد يعرف بيشتغل ازاي برضو الميكانيزم بتاعته معقده جدا ده بيشتغل على مئات الريسبتورز ومئات النيورو ترانسميترز ومئات الامينو اسيد معقد جدا بس اللي نعرفه عنه بقى نعرف عنه كم معلومه كده. اول معلومه بمنتهى الاهميه ان هو طبعا سي ان اس ديبريسنت 100% بيعمل ديبريشن اوف ذا سي ان اس فروم اباف داونوردز او بين قوسين ان ا ديسندنج مانر او بين قوسين فروم ذا كورتكس تو ذا ميدال. يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ليه شرب شويه كحول صغيرين كده تعمل له في الاول ديبريشن اوف ذا كورتكس فتؤدي الى حاجات معينه نشوفها دلوقتي. الكلام اللي هكتبه دلوقتي ده للفهم مش عشان الامتحان بس عشان تفهم يعني. خلاص اول حاجه الكورتكس يعمل حاجات معينه كده لو شرب اكتر الديبريشن ينزل لتحت يروح ضارب مين بعد كده؟ الليمبيك سيستم. ايه الليمبيك سيستم ده؟ ده بتاع الميموري اه فبيقول لك بيشرب عشان ينسى لازم يزود الجرعه شويه عشان يوصل لنقطه ان يفقد الذاكره والكلام ده ميموري. خلاص لو شرب اكتر شويه هينزل تحت يروح ضارب مين؟ السيربيلم فالعين يحصل له ايه؟ ان كوردينيشن يبقى مشاكل في الحركات بتاعه في حركات العضلات كلها. اول ما تلاقي اللي قدامك ده بدا يمشي يتطوح كده ده معناه ان هو وصل للسيربيلم درانكارد جيت معناه سيربيلم. اول ما يقول لك انا شايفك دلوقتي اتنين تعرف ان عضلات العين فيها مشكله يبقى ده وصل للسيربيلم. خلاص اول ما تلاقي عنده هيكب زغطه دي كده ده معناه الدايفرام فيه مشكله في الدايفرام ده انكورد ده معناه سيربيلم. خلاص لو شرب اكتر من كده الليفل اوف ديبريشن هينزل تاني يوصل لمين؟ للابر برين ستيم في الاول ابر برين ستيم. والابر برين ستيم ده اللي فيه ايه؟ في حاجتين مهمين قوي في حاجه اسمها الار اف ريتيكولار فورميشن ودي لو اتضربت تعمل ايه على طول؟ طبعا كوما. الريتيكولار فورميشن هو المسؤول عن الكونشسنس خلاص لو اتضرب كوما. يبقى اللي بيشرب خمره ده لا
لو دخل في كوما تعرف ان هو وصل للليفل ده الابر برينستيم. الحاجه الثانيه المهمه في الابر برينستيم هي الهيت ريجوليتنج سنتر اللي موجود في الهايبوثالامس، وبالتالي لو اتضرب يحصل له سب نورمال تمبرتشر، درجه حراره واطيه جدا سب نورمال تمبرتشر. خلاص اخيرا لو شرب اكتر من كده بقى هيوصل للمستوى اللي هيموته بقى، ينزل تحت خالص لللور برين ستيم اللي فيه مين بقى ريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر، يموت في الاخر من السنتر اسيكس. خلاص على فكره التركيب ده كذلك برضه بنقوله مع الباربيتوريت السي ان اس ديبريسنس بصفه عامه بتمشي بالطريقه دي. خلاص ها سؤال. هو حضرتك كنا قلنا قبل كده مع الاتروفين ان الكحول بيعمل هو الفلاش وبيبقى برافو نفس السؤال اللي حبيبي سالته سبحان الله نفس الدماغ. هقول لك اصبري ثانيه واحده تعرفي دلوقتي دكتور. لا معلش ازاي بعد ما معلش اصبر بقى بس لا اكمل بس الاكشن ممكن اجاوب السؤال بتاعك اصبر بس شويه. خلاص يبقى سنترال افكت ديبريشن فروم اباف داونورز من فوق لتحت. خلاص نمره 2 هذه الاكشن كلها بتزيد جدا لو الواحد شرب مع الالكول خد معاه باربيتوريتس اتنين مع بعض سينرجيستك افكت اللي احنا قلناها ده السنترال افكت. طب البريفرال يقول لك الجماعه الروس ليه بيشربوا فودكا على طول؟ لان الجو عندهم برد جدا. طب يشرب خمر عشان يحس بالدفء. دفء ازاي ده؟ نفسي الناس ديبريسنت. هو فعلا الخمره بتدي فولس سنسيشن اوف هيت احساس كاذب لانها بتعمل بريفرال فازو دايليتيشن وفلاش بسكين وحاجات زي كده فالجلد بيبقى دافي، انما لو قست حرارته هتلاقي عنده صاد نورمال تمبرتشر. هو احساس كاذب فقط لان الكحول 100% سي ان اس ديبريسنت 100%. خلاص بلا احساس كاذب. ايه السؤال بقى؟ هو الالكوهول فلاش مش فارق هنا نيجي بيكون سنتر فيش نورمال عنده فلاش بقى عشان الفازو دايليتيشن بس هو فازو دايليتيشن فبيعمل بس هو الحراره اللي هي انما لو قست حرارته 36 سب نورمال تمبرتشر. خلاص تاني حاجه في البريفرال اكشن الحاجه بقى المهمه اللي قلناها من شويه ان احنا قلنا الميتابوليزم اوف ايثانول بتعمل ديبليشن اوف نات. خلاص الكتاب كاتبها بطريقه معقده شويه كاتب لك ايه بيقول لك كده ديكريز ان ناد ناد اتش ريشيو يعني ناد بيقل بالنسبه لناد اتش يعني ديبليشن اوف نات. لما الناد بيقل بيحصل ايه في العيان؟ ثلاث كوارث يتحضروا كويس قوي بقى. اول كارثه كارثه فظيعه اللي هي ايه؟ انتوا عارفين ان في حاجه بتحصل في الجسم اسمها جلوكونيوجينيسيس. ايه الجلوكونيوجينيسيس دي؟ يعني كلنا يوميا كده بنمر بفترات في اليوم بيحصل لنا هايبوجلايسيميا. انت فطرت الساعه 7 الصبح وقعدت لحد الساعه 5 ما كلتش حاجه فيبدا يحصل هايبوجلايسيميا. الجسم بيعوض كده ازاي؟ ان الجلوكوز ده مهم عشان البرين. خلاص بيعوض كده ازاي؟ بيعمل حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس اللي هي ايه؟ اللي هو يحول حاجات ثانيه الى جلوكوز. ياخد الفات يحوله لجليسرول لكذا كذا وفي الاخر جلوكوز. ياخد اللاكتيك اسيد يحوله في الاخر لجلوكوز. الامينو اسيد تتحول الى جلوكوز. هي دي جلوكونيوجينيسيس. لو بصيت على الجلوكونيوجينيسيس كل خطوه من دول بتحتاج نات. يبقى لو مفيش نات يبقى مفيش جلوكونيوجينيسيس. العيان يحصل له ايه؟ سيفير هايبوجلايسيميا. مصيبه ما ينفعش انساها في الامتحان. خلاص على فكره اللي هيعمل لكم زماله او معادله امريكيه ولا حاجه في سؤال مهم جدا بيسال كتير قوي يقولوا له ايه؟ What is the most important single investigation to be performed immediately in a case of ethanol toxicity؟ قول لي investigation واحد بس تعمله بسرعة جدا في حالة ethanol toxicity. يقول لك بالظبط كده rapid bedside glucose test. الشرايط دي وتشوف الجلوكوز بسرعة لأن الراجل ده غالبا عنده هايبوجلايسيميا ولازم تعوض له الجلوكوز ده. خلاص؟ وقلت لكم الأمهات والأبهات الأغبياء بتوع أوروبا دول اللي بيحطوا نقطتين كحول في الرضعة بتاعت الواد، الواد بيموت من هايبوجلايسيميا. سيفير هايبوجلايسيميا. خلاص فدي نقطه ما تتنسيش. الناد يخلص يعمل لي هايبوجلايسيميا. تاني مصيبه بيعملها موضوع الناد ديبليشن ده باينه جدا من هنا. بصوا يا جماعه الفات يتحول لجليسرول والجليسرول يكمل لازم يكون في ناد. لو ما فيش ناد يحصل فات اند جليسرول اكوميوليشن مصيبه اسمها فاتي ليفر. يبدا الليفر يبوظ ويحتاج بقى ليفر ترانسبلانتيشن كده. المصيبه الثالثه للناد ديبليشن باينه من هنا. بصوا اللاكتيك اسيد بيحتاج ناد عشان يتحول لبايروفيك اسيد ويكمل. لو مفيش ناد لاكتيك اسيد اكوميوليشن لاكتيك اسيدوزيس يعني ميتابوليك اسيدوزيس ودي مصيبه ثانيه. خلاص كل ده الاكشن بتاعنا ناد ديبليشن يعمل لي ثلاث مشاكل مهم جدا. اوعى تنسوا الهارد بريسنج. تخيلوا بقى لو سالتك عن الكلينيكال بيكشر اوف ايثانول لو جاوبت زي الكتاب يبقى مش هتكتب كلمه هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا مكتوبه مع الاكشن مش مكتوبه مع الكلينيكال بيكشر. وبالتالي عشان خاطر
بص بقى التحذير اللي انا قايل لك عليه ده، كوشن، خلي بالك خلاص. لو اتسالت على الكلينيكال بيكتشر بتاع اي سم في الكتاب، ابدا بالاكشن، اشرح الاكشن الاول، لان في كذا سم عندنا في الكتاب الاكشن بتاعه مكتوب فيه حاجات خطيره مش مكتوبه مع الكلينيكال بيكتشر. خلاص، يبقى لما تسال على الكلينيكال بيكتشر بتاع اي سم لازم تحط الاكشن الاول. خلاص، شود بي منشن. خلاص، احنا عامه بصفه عامه لو قرينا الاجابه بتاعتك لقيناك كاتب الاكشن كويس، خلاص بنعرف ان انت فاهم، ما بيكملش بقى. خلاص، ده بالنسبه لايه؟ الاكشن بقى سنتر وبريفرنس. باختصار كده بسرعه. خلاص، واختصر في الكلينيكال بيكتشر نفسها، ده هو الاهم، هو الاكشن ده اللي بيبين الواحد فاهم ولا لا. خلاص، ندخل بقى كلينيكالي، العيان ده شكله ايه، او الراجل اللي شرب خمره ده بقى شكله ايه. اهم جمله ببدا بيها هي الجمله اللي مكتوب بالازرق دي، كلينيكال بيكتشر ديبيندز اون ذا بي اي سي. كل ما البلاد الكحول كونسنتريشن يزيد، كل ما الليفل اوف ديبريشن ينزل لتحت، كل ما الحاله تبقى اخطر. بحيث لو شرب شويه صغيرين في الاول كده بيوصل لمرحله بيسموها مايلد توكسيستي، حاجه بسيطه كده، بيكون البلاد الكحول ليفل قليل ما بين 50 ل 150. الكتاب كاتبها اقل من، لا هي من 50 ل 150، لان كلمه اقل من 150 اللي عندكم دي معناها زيرو ممكن ينفع، لا هي من 50 ل 150، دي بيسموها مايلد توكسيستي. خلاص، نفاجئ بقى كاتب لي ايه، المرحله دي بيسموها مايلد توكسيستي بين قوسين ستيج اوف اكسايتيشن. يعني ايه اكسايتيشن؟ اكسايتيشن دي معناها ستيميليشن. طب ده لسه قايل لك الكحول ده 100% سي ان اس ديبريسنت، جت منين الاكسايتيشن دي؟ بالظبط زي ما قلنا مع الاستريكنين امبارح، ففي نفي، النفي اثبات. الاستريكنين قلنا بيعمل ايه؟ انهبيشن اوف انهبيتوري كنترول، يبقى ستيميليشن اوف انهبيتوري ترانسميتر يعني. خلاص، طب ده بيعمل ايه في المرحله دي؟ بيعمل ديبريشن اوف ذا كورتكس. خلاص، فبيقول لك كده انهبيشن اوف ذا انهبيتوري كنترول اوف ذا كورتكس. مش فاهم حاجه يعني ايه؟ يعني خلي بالك كل واحد فينا في جواه بلاوي عايز يعملها، بلاوي، لكن الكورتكس هي اللي بتقول لا عيب ما تعملش كده، حرام. هي دي اللي عامله الانهبيشن، هي اللي عامله كنترول، بيسموها مينتال بريك، هي اللي مفضلاها. الكحول في الاول بيعمل انهبيشن اوف ذا كورتكس، فبيريموف هذا الانهبيتوري كنترول، وبالتالي اي حاجه في نفسه بيعملها. خلاص، فده بيسموه الاحساس اليوفوريا، وده اللي بيسموه ريموفال اوف ذا مينتال بريك، او بيسموه انهبيشن اوف انهبيتوري كنترول اوف ذا كورتكس، فبيسموها ستيج اوف اكسايتد. دي بقى المرحله اللي بيحصل فيها السكشوال كرايمز والبتاع، حاجات البيهيفيرال تشينج، الحاجات الغريبه بتحصل كلها في المرحله دي. خلاص، يبقى احنا للاسف في مصر عندنا بقى بنستنى عشان يبقى ليجل لحد 150، مع ان هو قبل كده ممكن يعمل مصايب يعني. ماشي يا جماعه، دي اول مرحله. لو شرب اكتر من كده، كحول اكتر من كده، الليفل اوف ديبريشن ينزل تحت اكتر، فيروح ضارب هنا، بس اختصر الموضوع شويه، يروح ضارب السيريبيلم، يروح داخل في المودريت توكسيستي ستيج اوف ان كوردينيشن. دي شكلها ايه؟ دي ما بين 150 ل 300. خلاص، احنا عندنا في مصر على فكره بقى، يعني اخترنا 150 ليه؟ عشان من غير ما تحلل ولا حاجه، لو لقيت الراجل نازل لك من العربيه كده درانكارد جيت من اولها كده، يبقى ده فوق ال 150، يبقى عد، يبقى اكيد السيربيلم اتضرب، يبقى ده فوق ال 150 من غير ما احلل، يبقى ده عدى الليجل ليفل. خلاص، فالمهم يعني يبقى فوق ال 150، من 150 ل 300، ده بيسموه مودريت توكسيستي، السيربيلم اتضرب، بيسموه ستيج اوف ان كوردينيشن. شكله ايه العيان ده؟ ان كوردينيشن يعني كل الحاجات اللي فيها عضلات تبدا بقى ايه، تبوظ، يبقى ان كوردينيشن لكل العضلات، وبالتالي يبدا يجيله درانكارد جيت، ما بيعرفش يمشي كويس، يبدا يجيله ديبلوبيا، اول ما يقول لك انا شايفك اتنين كده تعرفي ان هو دخل في المرحله الثانيه، ويلكم بقى ده دخل على الثانيه وكمل. خلاص، يقول لي يحصل له هيكب، كل الحاجات اللي فيها مصر ايه، طب نورماليتي دي كلها معناها المرحله الثانيه اسمها ستيج اوف مودريت اي توكسيستي. برضه المرحله دي فيها حاجه مهمه قوي، ان لو بصيت على الجلد عنده تلاقي فلاش دي سكين ديو تو بريفرال فازودايليتيشن، ودي نقطه مهمه، لان الجلد في المرحله دي الثانيه بيكون فلاشت. المرحله الثالثه اللي هقولها كمان شويه يكون دخل في شوك، فتلاقي الجلد بقى بيل. لون الجلد على فكره بيديك فكره عن البروجنوز، العيان ده كويس ولا وحش. لقيته فلاشت يبقى ده مودريت توكسيستي، ممكن يتلحق يعني. لقيناه بيل، شرب خمره وبقى بيل، دي مصيبه. ده كده في الستيج الثالثه، بس مين توكسيستي؟ عايز يتدفى يشرب لغايه الستيج. وليه يشرب؟ انا اسمه ايه، شغل دفايه يعني. الناس اللي مش فاهمه مثلا في سيبيريا بس برضه احساس كاذب، هو احساس كاذب. خلاص، هو لو قست حرارته هتلاقيه قليل يعني، لو شرب بعد كده هيبقى بالتهاب.
فروست بايتس عشان مش حاسس اصل هو عنده بريفر باس دايليتيشن. فروست بايت فروست بايت لازم يكون باس دايليتيشن ويمكن مش هفوق عشان كده عشان ما حصلوش فروست بايت ممكن اكيد يعني الناس مش فوق برضه يعني دكتور صحيح ممكن عايز اسال على حاجه هو ازاي لما احنا قلنا ان هو طالما وصل للابر برين ستيم هيحصل له كوما ايوه ازاي ممكن بعد كده يخش الريسبيرال ما هو ان هو حصل له كوما مش هيشرب تاني هيشرب ازاي لا ما هو الليفل الاول الابزوربشن مستمر فوصل 300 دخل في كوما لسه عمال يزيد عمال يكبر خلاص ده بالنسبه للمرحله الثانيه لو شرب اكتر من كده بيروح داخل بقى في السيفير توكسيستي بتلاقي الدبريشن نزل راح ضارب الابر برين ستيم بيسموها ستيج اوف كوما الكوهوليك كوما مرحله الكوما دي بقى البي اي سي بيكون قد ايه اكتر من 300 فوق ال 300 خلاص اهم كلمتين يتقالوا في المرحله دي ان عنده كوما وعنده حرارته شكلها عامل ازاي سب نورمال تمبتشر لان الهيت ريجوليتنج سنتر كمان اتضرب خلاص يبقى كوما وسب نورمال تمبتشر وكلام فارغ تاني كتير كده واوعى تنسى في النص تقول له بيل سكين جلد بقى بيل لانه في مرحله شوك خلاص ودي على فكره الستيج الثالثه دي هي المرحله اللي بتحصل فيها العلامه المميزه جدا اللي قلناها امبارح او اول امبارح هي الماكيون ساين بالظبط كده تبان في المرحله دي ايه الماكيون ساين اللي هي ايه مايوزس but dilates on pinching skin of the face ordering بس سببها ايه والله ما حد يعرف مش عارفين سببها ايه بس بعض النظريات طلعت يقول لك ان اللي بيشرب خمره ده عنده سيماتيك تون زياده شويه وبالتالي مع اي ستيميليشن بيحصل له سيفير دايلاتيشن الله اعلم ما نعرفش عشان كده بيبقى اجريسيف ممكن يتخانق وكده عشان ايه بيزود السيماتيك تون شويه مش عارفين خلاص يبقى المرحله الثالثه ايه تحت الكوما ستيج اوف كوما يبقى اول مرحله اسمها ستيج اوف اكسايتيشن الثانيه انكوردينيشن الثالثه كوما وعرفنا سببها ايه عشان التتابع اللي احنا قلنا عليه ده الكورتكس ثم السيريبيلم ثم الابر برين ستيم والريتيكولا فلويد لو شرب اكتر من كده بقى كميه كبيره قوي الليفل لو وصل فوق ال 500 ده بيخش بقى في الفيتال ستيج اللي هي ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر ويموت من السنتر اسفكس خلاص ادي التتابع بتاعنا وفهمنا ماشي ازاي بعد كده بيكلمنا عن موضوع بقى اقل اهميه مش عايزك تحفظه بالتفصيل كده يعني اقراه بسرعه حاجه اسمها فيتال الكوهول سيندروم ده يا جماعه السندروم ده هو اهم سبب او بيسموه كده the commonest preventable cause of mental retardation في الاطفال في اوروبا وامريكا اهم سبب للتخلف العقلي في الاطفال في اوروبا وامريكا هو ده بس preventable في اسباب تانية طبعا جينيتك ما اقدرش امنعها انما اللي تقدر تمنعه هو ده اكتر واحد فيهم خلاص ده عباره عن ايه بقى الفيتال الكوهول سندروم ده ده هم اربع كلمات بالظبط ده عباره عن واحده ست حامل شربت خمره كتير وهي حامل excessive intake of alcohol during pregnancy فالطفل بيتولد عنده ثلاث حاجات صغيرين جسمه صغير growth retardation راسه صغيره microcephaly عقله صغير mental retardation خلاص هم اربع كلمات مش عايز تفاصيل اكتر من كده يبقى ده excessive intake of alcohol during pregnancy so الولد بيبقى عنده growth retardation او زي ما مكتوب في الكتاب عندكم anti mortem and post mortem growth retardation يعني بينزل low birth weight وزنه قليل وكمان ايه بينمو معدل صغير نمرة 2 راسه صغيرة مايكرو كيفالي نمرة 3 عقله صغير يعني منتال ريتارديشن طيب. بعد كده بدأ يكلمني بقى عن الانفستيجيشنز ايه الفحوصات اللي بنعملها في حالة ايثانول توكسيستي احنا البلاد اللي زينا بلاد يعني امكانياتها محدودة شوية ففي اختبارات سريعة كده لو انت واقف في حملة مرور وعايز تشوف الناس اللي بيسوق عربيات دول شاربين خمرة ولا لا عدى الليد الليب احنا عندنا بلادنا فقيرة شوية خلاص عايزين نعرف هو عدى الليجال ليفل ولا لا يعني عدى ال 150 ولا لا بمنتهى البساطه في اختبارات سريعه جدا انا عايز اقيس السيربيلم عنده اخباره ايه لو السيربيلم اتضرب يبقى اكيد فوق ال 150 لو السيربيلم سليم يبقى تحت ال 150 بس خلاص ايه الاختبارات السريعه دي في كذا اختبار بقى اعمل مثلا فينجر تو نوز تيست خليه يعمل كده خلاص لو السيربيلم فيه مشكله السيربيلم هو المسؤول عن القياسات دي هتلاقي بعديها يحاول يصلح يبقى جاي بعديه وهكذا يفضل يلف حواليها كده يعمل تريمورز لحد ما يوصل للنوز خلاص اسمه فينجر تو نوز تيست او اختبار تاني هيت تو شين تيست ياخد كعب رجله كده على قصبه رجله يقف على رجل واحده وبالتالي لو السيربيلا فيه مشكله مش هيقدر يعمل الحركه دي واسمها الشين بالاس الكتاب كاتبها بالسي السي دي لاك شين ده دقنه ياخد كعبه على دقنه ازاي يعني صعبه شويه خلاص انما هيت تو شين شين اللي هو قصبه رجله يعني خلاص الاختبار التالت مش عارف ارينج 8 انش ان سكوير 8 عيدان كبريت كده يحط يعمل بيهم مربع يبقى عودين كبريت في كل ضلع كده يعني الحاجات دي عايزه سيربيلا يكون سليم اختبار تاني تو ووك الونج ستريت ده اللي بنعمله غالبا
نرسم له خط على الارض كده ونقول له امشي عليه. طبعا لو السيربيلم فيه مشكله هتلاقيه بيمشي بيتطوح حواليه كده. اخر اختبار خليه يعمل باتونينج اند ان باتونينج. ليه ان شاء الله؟ لان السيربيلم لما بيتضرب بيحصل فشل في اداء الحركات العكسيه بطريقه سريعه. دي الكلمه دي يعني ما يقدرش يعمل برونيشن وسبينيشن بسرعه كده. خلاص اسمها فشل في اداء. الكلمه دي كلها الجمله دي كلها بيعبر عنها في الطب بكلمه واحده كده اسمها ايه؟ يعني في كلمه معناها كده فشل في اداء الحركات المتبادله بطريقه سريعه. اطول كلمه مرت علينا في كليه الطب كلمه مكونه مش عارف 18 حرف حاجه كده يعني. اكبر كلمه تعدي علينا كان اسمها خدتوها قبل كده اسمها ديستيادوكوكينيسيس. السيربينا لو في مشكله هي دي ديستيادوكوكينيسيس اللي هي فشل في اداء الحركات اللي متبادله بطريقه سريعه. ما يقدرش يعمل فرونيشن وسوبينيشن، ما يقدرش يعمل باتنينج وان باتنينج. خلاص لو السيربينا في مشكله ما يقدرش يعمل الحاجات دي. دي اختبارات سريعه. طب عايز اتاكد بقى ابدا اخد منه عينات واحللها. هم ثلاث عينات اللي انا باخدهم منه، يا اما بلاد يا اما يورين يا اما بريث اللي انت قلت عليه بقى. جهاز كل الناس بره في اوروبا الحملات المرور معاهم جهاز معين كده عباره عن بالونه. واحد شاكين في واحد بيخليه ينفخ في البالونه دي. خلاص البالونه دي بيسموها ايه؟ درانكوميتر مقياس السكر، او بيسموها بريث انالايزر جهاز اسمه كده. اللي عايز يعرف فكرتها البالونه دي جواها ماده اسمها بوتاسيوم داي كروميت. داي يعني اثنين، كروميت يعني الوان. ماده ليها لونين، لونها الاصلي اصفر، لو حطيت عليها الكحول يبقى اخضر. يبقى لقيت البالونه دي لونها اتغير يبقى ده فيه الكحول. ده مثلا هي لوحدها كاليبريتد كمبيوترايزد بيحسب لك بقى كده، لان هو كل 1.15% من الجرام من الماده دي بتغير لون 1 ملليلتر، يعني ليها حسبه معينه كده. خلاص يبقى ده اكسبايرد اير والبلاد واليورين دي العينات اللي انا بشوفها وهكذا. دي الانفستيجيشن بتاعي. العلاج، واحد خمورجي بقى شرب خمره لما دخل في كوما وجالك المستشفى تعمل له ايه؟ تعالجه ازاي؟ علاج كل السموم اللي في الكتاب. بفكر دايما في خمس خطوات. اول خطوه اسمها سبورتد اي بي سي، خدنا لها اسطمبه امبارح، تتحط بقى كل الحاجات دي. تاني خطوه دايما كان اسمها جاست جي اي تي دي كونتامينيشن، وكنا بناخد لها اسطمبه جاست لافاج واكتيفيتد شاركول. هل الاكتيفيتد شاركول ينفع هنا؟ لا، الكحول من الحاجات اللي ما بتلزقش على الاكتيفيتد شاركول. امال بستعمل ايه بداله؟ بعض الناس بيقول لك نستعمل صوديوم بايكربونات. ليه يعني؟ هي نظريه خايبه بتفشل يعني، بس هم مقتنعين بكده ان الالكول ده اسيدك والبايكربونات دي الكالاين، فالاثنين مع بعض يتفاعلوا مع بعض يعمل صوت يقلل الابزوربشن بتاع الايثانول. نظريه فاشله كده وما بتعملش حاجه. اسيدك طبعا، لا اسيدك دي على كده ان انت بتنزله في اليورين زي فورس الكلاين دايوريسيس. لا اسيدك طبعا، كحوليات اسيدك، تميل الاسيدك يعني. مش اسيد بس، تميل الاسيد بتتصرف وتسلك سلوك الاسيد يعني. خلاص يبقى هو جاست لافاج باي صوديوم بايكربونيت، اكتيفيتد شاركول ما ينفعش هنا ما بيلزقش عليه. خلاص الخطوه الثالثه في علاج اي سم، لو السم دخل انا مش عارف اشيله من الجي اي تي بقى ودخل الدم، اشيله من الدم ازاي؟ بيسموه انهانسد اليمينيشن، برضه ليها اسطمبه. قلنا لو الكيدني فانكشننج والحاله مودريت وبسيطه بعمل له دايوريسيس، لو الكيدني رينال فيلير والحاله سيفير اعمل له دايوريسيس. خلاص ببساطه لو انت مش مذاكر، لو انت مذاكر بقى تبدا تقول حاله سيفير يعني معناها كذا كذا، يعني لازم تترجم الحاجات دي. ناخدهم واحده واحده كده اهي. انهانسد اليمينيشن نقول له فيها ايه بقى؟ لا اليمينيشن من ابزورب بويزن، نعمل له فورس الكالاين دايوريسيس، احقن له صوديوم بيكربونات اخلي اليورين الكالاين، وبالتالي فورس الكالاين دايوريسيس يبقى الخمره تطلع بره. طبعا بشرط ان الكيدني تكون فانكشن. خلاص يا اما نمره اثنين لو الكيدني بايظه او الحاله شديده تعمل له هيمو دايوريسيس. خلاص ايه هي الانديكيشنز اوف هيمو؟ هل كل واحد شارب خمره بعمل له هيمو دايوريسيس؟ لا، لو انت مش مذاكر قول له كده بعملها له لو كان عنده رينال فيلير او لو الحاله شديده. لو مذاكر ترجم بقى كلمه حاله شديده دي معناها ايه؟ سيفير كيس. معناها ايه سيفير كيس؟ زي ما الكتاب كاتب معناها ان البي اي سي اكتر من 350 مللي جرام في المية، دي حاله شديده. معناها سيفير ميتابوليك اسيدوزس، اسيد بيز تشينجز. خلاص وانا مزود لك الانديكيشن الثالث رينال فيلير، قوله وانت مغمض في اي حاجه. خلاص لما حد يسالك من دلوقتي ازاي امتى تعمل هيموداليسيس لواحد ميثانول توكسيستي لسه ما خدناهوش، قول له رينال فيلير وسيفير كيس هتاخد درجه. ما هو سيفير كيس يعني اسيد ماشي كوما ماشي، هو كاتب لك بس امثله يعني. خلاص في حاجات كتير طبعا.
ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للخطوه الثانيه. الخطوه الرابعه الكلام ده قواعد لكل السموم. اول خطوه سبورتد، ثاني خطوه اشيله من الجي اي تي، ثالث خطوه اشيله من الدم، رابع خطوه اسمها دايما ايه؟ انتيدوت. لو السم ليه انتيدوت هقول، لو كان اتروبين نقول له فاجوستجمين. اوبيوم ايه الانتيدوت بتاع الاوبيوم؟ ها تقعد انتيدوت في اوبيوم مورفين اللي هو ايه؟ نالوكسون. مش كده؟ فاكر الكلام ده ولا لا؟ طيب مال ايه؟ ناركان اللي هو نالوكسون. ماشي يا جماعه؟ طب هنا الايثانول ليه انتيدوت؟ خمره ليه انتيدوت؟ هي مالهاش انتيدوت ومش متوقع يخترعوا لها انتيدوت اساسا، لان قلنا الميكانيزم في اكشن بتاعها معقد جدا. لكن في بعض الناس بيعتبروا ان الفيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين ده يعتبر كانتيدوت. ليه ان شاء الله؟ لان الفيتامين بي 6 ده بيعمل اكتيفيشن اوف الكحول دي هيدروجينيز، الانزيم اللي هو بيكسر الايثانول يحوله الى اسيل بار، فبيخلصني من الايثانول الزياده. خلاص فيتامين بي 6 بيزود الميتابوليزم اوف ايثانول عن طريق ستيميليشن اوف الكحول دي هيدروجين. لحد دلوقتي لو حد سالكم وات از ذا رول اوف فيتامين بي ان توكسيكولوجي، السؤال ده انا توقعته والله من خمس سنين ما كانش عمره جه في تاريخ الكليه. اول حاجه وجه سنه كنت مليت الطلبه بتوع وجه في السنه بتاعتها. احنا خدنا بي 12 ده فين؟ علاج السلايد بويزنج. ايه يا جماعه انتوا شطار كده ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ها بالظبط فيتامين بي 1 في كوما بوكتين اللي هو بدل الثايمين، فيتامين بي 6 اهو باريدوكس ده، وفيتامين بي 12 في ايه؟ احنا لسه ما خدناهوش بصراحه بس جبنا سيرته مره كده في علاج الصيادين. بالظبط دول اهم ثلاث ادوار للفيتامين. بالظبط كده هنجمع السؤال ده مع بعض ان شاء الله، ده سؤال مهم يعني. خلاص يبقى ده فيتامين بي 6 اهو، هو ده الانتيدوت. النقطه الخامسه في علاج اي سم في الدنيا اسمها ايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت، ودي مش عايزه مذاكره، اشوف السم عمل ايه وعالجه. انا قلت من شويه السم بيعمل ميتابوليك اسيدوز، اعالجه ازاي ميتابوليك اسيدوز ده؟ ميتابوليك اسيدوز بتعالج ازاي؟ صوديوم بايكربونيت. مش كده؟ قلت من شويه بيعمل هايبوجلايسيميا، علاجه ازاي؟ ياخد جلوكوز. قلت من شويه بيعمل سب نورمال تمبرتشر حتى لو مش مكتوبه، مكتوبه اهي هايبوثيرم، يبقى تدفيه وبطاطين بلانكتس وحاجات زي كده. خلاص بشوف السم عمل ايه وعالجه بس كده. خلاص طيب بالمره بقى السؤال ده برضه من الاسئله الشهيره اللي برضه يعني ايه كنا توقعناه في سنه من السنين وجه الحمد لله. بصوا يا جماعه وات از، هنكتبه مع بعض ثانيه واحده بس ما تكتبوش حاجه دلوقتي. وات از ذا رول اوف صوديوم بايكربونيت ان ايثانول توكسيستي، في علاج الايثانول، ايثانول تريتمنت. بعمل جسم كلافاج وعالج الاسيدوز. والله يا ديما انت جامده جدا، شاطره شاطره والله والله شاطره ما شاء الله، يعني مش اي حد بيجيب الحاجات دي على فكره. ثلاثه بعمل بيه فرصه اكاديميوس، هم دول الثلاث ادوار. بص يا جماعه خلي بالك وات از ذا رول اوف سوديوم بايكربونيت تريتنج ايثانول، نفس السؤال بيجي مع الميثانول علاج الميثانول، نفس السؤال مع كل الحاجات الاسيدك ايثانول ميثانول باربيتويت سلسليت. خلاص بيجي باربع طرق مع اربع سموم ونفس الاجابه، هم ثلاث حاجات جاستيك لافاج بصوديوم بايكربونيت، نمره 2 فرصه الكلاين دايوسيس، نمره 3 بيعالج بيه الميتابوليك اسيدوس. بالظبط كده. ماشي يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه لايه علاج الايثانول. كده خلصنا اول نوع من الثلاثه بروتايز اللي علينا اللي هو الايثانول او الخمور الغاليه. ندخل بقى على المصيبه، الخمور المغشوشه اللي بتؤدي للعمى اللي هو الميثايل الكحول او الميثانول. اول معلومه اعرف عن الميثانول ليه اسم تاني حقير كده بيسموه وود الكحول، لانه بيطلع من الخشب، بيطلع من ديستليشن وود، غير الايثانول التاني كان بيجي منين؟ فيرمنتيشن اوف شوجرز كربوهيدرات العنب ومش عارف الحاجات دي. خلاص انما ده بيطلع من الخشب، مش كده حاجه رخيصه وحقيره كده زي الخشب يعني. ده ديستليشن صناعه، في الصناعه بقى مش عارف بيعملوا ايه، ديستليشن تقطير للخشب بطريقه معينه بيطلعوا ميثانول. ده الميثانول ده فائدته ايه؟ ده بيستخدم في الصناعه، في الصناعات
عشان كده احنا في مصر عندنا بندخل الميثانول ده من بره من غير ضرائب ولا حاجه لانه بيستعمل في الصناعه المفروض فرخيص. فتجار الخمور اللي ما عندهمش ضمير بقى بيستغلوا كده ان هو رخيص يروحوا واخدينه يضيفوه للايثانول. في مقوله بتقول على فكره كل الخمور في مصر فيها ميثانول، في مقوله بتقول كده فعلا بس بنسب مختلفه يعني خلاص. فهو بيستعمل فور ادلتريشن اوف ايثايل الكحول لانه رخيص وتاكسي فري كده وبالتالي بيتضاف. نمره 2 بيستعمل في بعض الصناعات الميثايل الكحول اللي بيعمي ده بيدخل في بعض الصناعات زي مثلا كوقود كسولفنت مذيب في بعض الصناعات كانتي فريز سولفنت. ايه انتي فريز ده؟ يعني ايه؟ بيمنع التجمد مثلا في البلاد البرد قوي بيخافوا ان الميه في الرادياتير بتاع العربيه تتجمد فبيضيفوا عليه حاجه تمنع التجمد يعني انتي فريز. خلاص كل دي استعمالات لهذا الميثانول. والميثانول المره الثانيه بفكركم الخمره المغشوشه دي اثنين طلبه طب زمايلكم والله فعلا من حوالي 15 سنه شربوا خمره يعني طلع فيها ميثانول بنسبه كبيره كان حاجه رخيصه كده ميثانول. الاثنين كومبليت ايرفيرسبل بلايندنس تعاموا عمى نهائي ضاعوا مستقبلهم ضاع. كنا لسه في سنه ثانيه يعني لسه ما درسوش الحاجات دي. شاءوا بزهقوا من المذاكره من اناتومي والسيولوجي. ده احنا لما بننزل مش عاصفين مانجا ماشي يا جماعه؟ والله من غير اي حاجه مش يلا فارماكوكينيتكس برضه نفس الكلام. ما هو مصير الميثانول اللي بيشرب ميثانول ده زي الايثانول تاني في الاول الابزوربشن وبعدين خلي بالك زي ما قلنا مع الايثانول يبدا يتوزع في التيشوز اللي في الجسم وبيتوزع في التيشوز على حسب الووتر كونتنت. الحاجات اللي فيها ووتر كونتنت كتير بيروح لها ميثانول كتير زي الايثانول بالظبط. وللاسف من ضمن الاورجنز اللي فيها ووتر كونتنت كتير الاي العين اكياس هيومر والفيتراس هيومر الحاجات دي فيها ميه كتير وبالتالي الميثانول بيهاجم الاي بيهاجم الاوبتيك نيرف متخصص الاوبتيك نيرف بيضرب هو بيضرب بالظبط كده الجانجليون سيلز اللي موجوده في الريتنا اللي هي بتتجمع في الاخر وتبدا تعمل لي الاوبتيك نيرف خلاص بيهاجم الاوبتيك نيرف نفسه فيعمل لي كومبليت ايرفيرسبل بلايندنس ملوش عليه خلاص. ده الديستريبيوشن. بعد كده اهم نقطه بقى ركزوا قوي ميتابوليزم اللي بيشرب ميثانول ده مصيره ايه في الجسم؟ بيحصل لي ميتابوليزم بيمشي زي الايثانول بالظبط. اول خطوه بيشتغل عليه نفس الخطوات اللي قلناها مع الايثانول من شويه بيشتغل عليه انزيم اسمه الكوبول دي هيدروجينيز نفس الانزيم اللي اشتغل على الايثانول خلاص يحوله الى خلي بالكم بقى الثاني الايثانول الخمره الغاليه كان بيتحول الى استالدهايد ده بيتحول لايه؟ فورمالدهايد. والفورمالدهايد يشتغل عليه نفس الانزيم اللي فات الدهايد دي هيدروجينيز يحوله الى فورميك اسيد الثاني كان بيتحول لاسيتيك اسيد وده بيشتغل عليه الفوليك اسيد يحوله لسي او 2 ميه وحاجات كده خلاص. لاحظوا بقى ثلاث اربع ملحوظات كده في الكلام اللي قدامنا ده. اول ملحوظه خلي بالكم الميثانول نفسه مش سام ما بيعملش حاجه خالص مش توكسيك ده زيه زي الايثانول بيعمل يوفوريا برضه يحس ان هو مبسوط ومش عارف ايه. لكن المصيبه ايه بقى؟ انه بيتحول الى الكالسيتين دول الى فورمالدهايد وفورميك اسيد هم دول اللي بيعملوا اكبر بلوتين في الميثانول اللي هم ايه؟ بلايندنس. والبلوى الاكثر من البلايندنس هي سيفير ميتابوليك اسيدوزس فيتال اللي بتموته خلاص. يبقى هما دول الميثانول نفسه ما بيعملش حاجه انما الفورمالدهايد والفورميك اسيد هما دول اللي بيموتوا. الملحوظه الثانيه الالكوهول دي هيدروجينيز نفس الانزيم ده هو اللي بيشتغل على الايثانول والميثانول لكن لو قدامه ايثانول وميثانول مع بعض هو بيحب الايثانول الخمره الغاليه دي سبع مرات اكتر من الميثانول خلاص سبع مرات اكتر من الميثانول. وبالتالي طلب الطب اللي شربوا خمره مغشوشه دول ميثانول لو كانوا شربوا ايثانول كان الالكوهول ديهيدروجينيز اشتغل على الايثانول وساب الميثانول ان تشينج سابه زي ما هو ما كانش حصل لهم حاجه خلاص. دي فكره العلاج خلاص بيتعالج بالايثانول. الملحوظه الثالثه ان برضه بيدخل نات ويطلع نات اتش وبالتالي النات بيخلص يحصل هايبوجلايسيميا وميتابوليك اسيدوزس ولاكتيك اسيدوزس نفس الكلام خلاص. لا لا سيبك من ده الفوليك اسيد يزود التوكسيستي يعني لو في دي بس الفوليك اسيد مش حاجه مذكوره مش حاجه مهمه يعني ماشي يا جماعه. بعد كده بص الكتاب كاتبها لك ازاي بقى كاتب لك كده ميتابوليزم اند اكسكريشن اوف ايثانول از سلوور ذان ايثانول قصده يعني الالكول دي هيدروجينيز بيفضل ايثانول اكتر فبيشتغل عليه اسرع خلاص. المهم طيب بص بقى السؤال ده سؤال عميق وخطير وفظيع ولو جالكوا اخر السنه ولا واحد هيعرف يجاوب انما دلوقتي طبعا كلكم هتجاوبوا بسهوله. السؤال بيقول لك ايه؟ بصوا بيجي ازاي بقى.
هو ما جاش ولا مره بس هي الدكتوره دي اللي فاتوا حطيته في كتاب الاسئله مره يعني. اهو mention two poisons which are metabolized by the same enzyme and one of them can be used as an antidote for the other. وده سهل طبعا، انما ده لو جاب اخر سنه بقى لما كل السنين تخش في بعض كده انسى مستحيل تجاوب. يعني لا هو سؤال حلو يعني ذكي. فالمهم يعني ابقى كان جد ده لو جالكوا انا هيبقى صعب قوي عشان تعرفوا انتوا داخلين على ايه، فعايزين مذاكره بقى بتركيز كده ونفهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. خلاص يبقى تو بويزنز بيطلعوا بقى سيب نظام هم الايه فنول مثلا واحد منهم بيعالج الثاني فنول بيعالج. خلاص طيب بعد كده بدا يكلمني بقى عن الكونديشن اوف بويزنج. انت الواحد يتسمم بالميثانول بالخمره المغشوشه دي كالعاده اكسيدنتال ان تشيلدرن، العيال الصغيرين بيشربوا اي حاجه، او اكسيدنتال ادلتريشن حاجه مغشوشه ولا حاجه حد شربها، او مثلا وركرز ناس شغالين في مصنع بيستعملوا ميثانول وحاجات زي كده ممكن يشربوها يحصل لهم اكسيدنتال. الفيتال دوز قد ايه؟ الواحد يشرب قد ايه من الميثانول عشان يموت؟ من 60 ل 100 ملل لتر اوف بيور ميثانول. عشان تعرفوا ان الميثانول اخطر من الايثانول بكتير. كمية الإيثانول اللي بتموت كانت كام؟ من 300 ل 400 ملل أوف بيور إيثانول. ده بقى من 60 ل 100. تخيل بقى الخطورة، بص لو شرب 15 ملل لتر فقط بتعمل بلايندنس من البيور إيثانول مثلا. خلاص؟ 15 ملل لتر دي يعني قد إيه؟ كوباية مثلا؟ 15 ملل لتر دي معلقة شوربة. معلقة شوربة كبيرة. لو قلنا معلقة الشوربة الكبيرة دي 15 ملل لتر. معلقة الشاي 5 ملل لتر. لو مغشوش بيكون ده أكتر من الثاني. أيوة بص السؤال جميل أوي. عصام بيقول لك إيه؟ طب ما إيه المشكلة بقى لو حطينا ميثانول مع إيثانول وغشينا بيه؟ طب ما الإيثانول هيعالج الميثانول. كلام حلو، عشان كده بقول لك كل الخمور في مصر فيها ميثانول. لكن لو حب بقى يغش زيادة ويزود الميثانول قوي ساعتها هي المصيبة. ده بقى واحد يعني خلاص؟ فعلا. إنما فعلا حقيقة كل الخمور في مصر تحتوي على الميثانول. لانهم عارفين ان الايثانول اللي معاه ده بيعالجه. هو في مصر خمور اصلا؟ في للاسف طبعا. بص بعد رمضان كده اول يوم العيد ممكن طبعا شهر كامل اول يوم العيد هتلاقي في محلات معينه كده طوابير عربيات بتضرب دم. في اول يوم عيد مصر اصل انت ما بتنزلوش بالليل، ما بتقعدوش زي الولاد كده بالليل تشوف الدنيا فيها ايه. ده مصر بص البلد اللي يشوفها بالليل غير اللي يشوفها بالنهار. المصريين بقى اللي بيشتغلوا طبعا طيبه قوي يا دكتور. انا دكتور احنا فتح قصادنا محل بتاع يوم 28 يناير يوم الثوره اول حاجه اتسرقت، مفيش اي حاجه في منطقتنا اتسرقت الا محل. لا احنا كان في جامعه الدول العربيه اللي اتسرق كان هو محل السلاح بتاع اسمه ايه ده فتح الله ده ولا اسمه ايه محل السلاح بقى الناس يوزعوا الاسلحه في الشارع كده. وهو محلات محلات كبيره والخمور دي كلها شعب وزدان يعني سابوا مكان الاي تي ام بتاع البنوك ده اهم فلوس ايه فلوس تيجي تروح وتيجي فلوس تروح وتيجي. طيب ميكانيزم في اكشن يلا يا جماعه بيشتغل ازاي؟ بس احنا شعب متدين بطبعه محدش يقدر يقول حاجه. لا احنا جامدين قوي متدين بطبعه. طيب ندخل بقى على الميكانيزم في اكشن بيشتغل ازاي الميثانول ده. هو طبعا اتفقنا الثلاثه فولاتايلز اللي علينا في الشابتر ده اللي هم الايثانول والميثانول والكيروسين كلهم سي ان اس ديبريسنتس 100%. خلاص يبقى ده سي ان اس ديبريس اقوى من الايثانول. نمره 2 اكيد بيعمل برضه جي اي تي اريتيشن وفوميتنج وحاجات كده مش مهم. نمره 3 و4 خلي بالكم بقى اذا ذكر الميثانول لازم تكتب معاه الكارثتين بتوعه اللي هم مين؟ البلايندنس العمى والكارثه الاكبر من العمى اللي هتموته هي ايه؟ ميتابوليك اسيدوز. ناخدهم واحده واحده. نبدا اولا ميتابوليك اسيدوز هل مهم اكتبها هنا ولا ممكن انساها؟ اتفقنا قبل كده ان في مجموعه من السموم بتعمل ميتابوليك اسيدوز وذ هاي انايون جاب سميناهم ايه السموم دول؟ مات بايلز كده مات بايلز. وقلنا الام اللي هو الميثانول والاي اللي هو الايرن والاس اللي هم الثلاثيين. لو اتسالت على واحد من الثلاثه دول وما كتبتش كلمه ميتابوليك اسيدوزس هتتبهدل. خلاص ده مش كده وبس، ده انتوا لازم تحضروا كويس قوي ان الام ده ميثانول بيعمل ميتابوليك اسيدوزس بطريقتين ولازم احضر الطريقتين، والايرن بثلاث طرق انا فاضي بعد كده، والثلاثيين بست طرق انا فاضي بعد كده ان شاء الله. عايزين بقى دلوقتي نعرف الطريقتين اللي بيعملوا فيهم ميتابوليك اسيدوزس لازم اعرفهم كويس قوي. اول طريقه ان الميثانول مع الميتابوليزم بيتحول الى فورميك اسيد في الاخر فورمالدايت ثم فورميك اسيد. الفورميك اسيد ده سي في الميتابوليك اسيدوز. نمره 2 لان الناد بيخلص زي ما اتفقنا
فاللاكتيك اسيد ما بيتحولش زي الايثانول بالظبط، ما يتحولش الى بايروبيك اسيد، بيحصل لاكتيك اسيد اكوموليشن. يبقى سبب الميتابوليك اسيدوز اثنين، فورميشن اوف فورميك اسيد اند اكوموليشن اوف لاكتيك اسيد عشان ديبليشن اوف. خلاص الاثنين لازم يتحضروا. ما الايثانول كانت لا بس يعني لاكتيك اسيد بس اه بالظبط. خلاص انما ده الفورميك اسيد هو ده المصيبه. خلاص نمره 2 بلايندنس. خلي بالكم بقى دي كارثه ثانيه. ازاي بيعمل بلايندنس؟ بيهاجم الاوبتيك نيرف، بيهاجم انهي جزء في الاوبتيك نيرف؟ جانجل سيل. انهي بقى حته في الجانجل سيلز اللي بتضرب؟ للاسف الميثانول او مش الميثانول بقى، الفورميك اسيد اللي هو الميتابولايت بتاعه بيهاجم مباشره الماستر انزيم. اهم انزيم في الجسم هو ايه؟ اهم انزيم اسمه الماستر انزيم اوف ذا بودي. انزيم ده لو اتضرب الواحد يموت في خلال دقيقه، وعشان كده الساينايد بيهاجمه ويعمله باراليسيس ويموت في دقيقه. انزيم اسمه ايه؟ سايتوكروم اوكسيديز. ده الماستر انزيم اوف ريسبيريشن، اهم انزيم. خلاص الساينايد بيهاجم السايتوكروم اوكسيديز على مستوى الجسم كله، فيموت البني ادم في خلال دقيقه او دقيقتين، سريع جدا. ده بقى اللي هو الفورميك اسيد بيهاجم السايتوكروم اوكسيديز اوف ذا اوبتيك نيرف بس على قده كده، فيعمل طبعا كومبليت ريفرسبل لاينز. خلاص في سم ثالث هناخده بعد كده بكره ان شاء الله هناخده، اللي هو برده الكربون مونوكسيد، هو كمان بيهاجم السايتوكروم اوكسيديز بس بطريقه محدوده كده. يبقى لما حد يقول لي بص السؤال ده انيوميريت ثلاثه توكسينز ويتش انهبيت سايتوكروم اوكسيديز، هتلاقي الدفعه كلها هتفتكر الساينايد. طبعا هناخده بكره ان شاء الله. طبعا نص الدفعه هيفتكر كربون مونوكسيد، اثنين ثلاثه من الدفعه كلها هيفتكروا بقى الفورميك اسيد. اهو ادي الثلاثه، الفورميك اسيد اللي هو بروديوس ديورنج ميتابوليزم اوف ميثانول. خلاص السؤال ده ما جاش قبل كده بس برضه من الحاجات اللي الواحد متوقعها يعني ممكن. بكره ان شاء الله عندنا 7 اعاده 12 ونص عادي. يوم الخميس بقى محدش عنده حاجه الساعه 10 كده، مفيش دكتور رايح، فعندنا درس النظر الساعه 10 واول درس عامل ان شاء الله هيكون الساعه 12 ونص يوم الخميس. هنبدا العملي 10 نظري و12 ونص 10 بدل 7 ده بالنسبه لكل كل الطلبه زمان كده. اصل عندنا عملي الساعه 12 ونص يوم الخميس ما لهاش حل، 12 ونص هنبدا اول درس عامل ان شاء الله. خلاص فلو خدنا 7 هيبقى في جاب كبيره بين 7 و12، فناخد من 10 ل 11 ونص كده، وناخد بريك شويه بعدين نكمل العملي 12 ونص ان شاء الله. خلاص ده لازم نتحل لسه يوم الثلاث، فانا هسيبكم بقى سبت حد اثنين ده وقت كبير جدا. هو 11 11 ولا 10 11؟ امتحان ايه هنا؟ كم؟ 11 11 يبقى ثلاث. اه مش كده ولا ايه؟ تحدد يعني الساعة كام؟ اه لو قاعدة الامتحان يبقى هيكون الساعة 10 كده. 11 ما اعرفش هم يا 10 يا 11. يعني انا اللي حاطينه في الاسم مش عارفين عليه لا الساعة ولا المكان، انا المكان عرفته من الدكتورة بتاعت السيركت بتاعت الاسم 10. لا برضه خلي بالك عشان الساعات بيتعمل الساعة 12 وقت المحاضرة. يعملوا شغل اكزام الاول وبعدين يكملوا محاضره بعد كده. بس هو غالبا دلوقتي عشان بيتعمل في المحاضره الطلبه بيغشوا من بعض كلهم جنب بعض يعني، فبيتعمل دلوقتي غالبا في قاعه الامتحانات الفاضيه. احنا طبعا عندنا ضمير. ما انا فاهم طبعا انا عارف انا عارف. بس هو انا عارف احنا عندنا ضمير دي نتكلم فيها. احنا بس مش على نفسي كده تقول. ماشي يا جماعه؟ طيب. ماشي يا جماعه؟ طيب. ندخل بقى يلا يا جماعه ندخل على الكلينيكال بيكتشر، فهمنا الاكشن ازاي، اهم حاجتين في الاكشن ميتابوليك اسيدوزس وبلايندنس، وعرفنا بيعمل ازاي ميتابوليك اسيدوزس بطريقتين فورميك اسيد ولاكتيك اسيد. خلاص كلينيكالي العيان ده شكله ايه؟ طالب الطب والغلابه دول اللي بيستهلوا اللي وراهم يعني بس اه كان شكلهم ايه؟ طبعا اول حاجه هو سي ان اس ديبريسنت 100%. خلاص وبيعمل جي اي تي اريتيشن شويه حاجات كده. خلاص فممكن شويه حاجات في الاول جي اي تي اريتيشن، واي حاجه تعمل جي اي تي اريتيشن بتعمل جمله ثابته في كل السموم اسمها ان بي سي دي نوزيا بوبدين كوريكتر في كل السموم. الكتاب بس كاتب لك كلمه كده زياده كاتب لك باك وسكت على كده، هو ما طبعتش الباقي يعني هي بس غلطه مطبعيه، المفروض باك بين. خلاص لان بيحصل الميثانول بيترسب في البنكرياس بيعمل اكيوت بنكرياتايتس، دي حاجه مش مهمه قوي البنكرياتايتس دايما بتعرفه بالايه باك بين يعمل الم في الظهر. خلاص بس هو المهم اكتب له بس ان بي سي دي وخلاص نوزيا فومتنج كوليك بقى. خلاص نمره 2 نوزيا فومتنج اي نوزيا فومتنج كوليك ودي اللي هي دايريا.
خلاص. نمرة اثنين، خلي بالكوا بقى، ما ينفعش اتسأل على الميثانول من غير ما اقول المسطر اللي بيعمله، خلاص تأثيره على العين وتأثيره على الميتابوليك اسوس. يبقى على الاي بيعمل ايه؟ على الاي اي حاجه هتقولها صح. بين قول لي بس فيجوال افكتس وخلاص، سواء بين فوتوفوبيا زي ما انت عايز، لان بصراحه يعني ايه هو اللي بيحصل كده؟ لان هو سي ان اس ديبريسنت، فاللي بيشرب خمره مشروبه ده بيحصل له كوما، بيصحى من الكوما يلاقي نفسه بقى بلايند، ما بيلحقش يشتكي من عينيه، خلاص ده غالبا اللي بيحصل يعني. فعندهم ايه في عينهم بالظبط؟ الله اعلم. فممكن يقول لك بقى فوتوفوبيا، بليرنج اوف فيجن، مفيش كلمه مهمه هنا يعني، اي افكت وخلاص. خلاص نمره ثلاثه، ميتابوليك اسيدوزس. لازم اكتب الكلمتين دول. هي الميتابوليك اسيدوزس دي حاجه كلينيكال ولا لابوراتوري؟ هي لابوراتوري بس ممكن تبقى كلينيكال. ممكن ابص العين قدامي اعرف الراجل ده عنده ميتابوليك اسيدوزس ازاي؟ ان شاء الله، لان البي اتش بتاعنا ده واقع تحت تاثير قوتين عاملين له بالانس، مش كده؟ اللي هي الريسبيريشن والميتابوليك كومبوننت. لو واحد منهم باظ الثاني بيصلح، فده عنده ميتابوليك بايز، ميتابوليك اسيدوزس. الريسبيريشن بيحاول يطلع اسيد كتير عشان يعالج الكلام ده، يعني يطلع سي او 2 كتير. فتلاقي العيان بيتنفس ازاي؟ اسمها ديب رابيد بريدنج، عايز يخلص من سي او 2. ديب رابيد بريدنج او بيسموها اير هانجر، او بيسموها اسيدوتيك بريدنج، او بيسموها كوزمول ريسبيريشن. اسم الراجل وصفها، الاسم ده مش مكتوب من عندك بس هتشوفه السنه السادسه بعد كده. كوزمول ريسبيريشن، خلاص تنفس مميز جدا، ديب اند رابيد بريدنج. الكتاب بعد كده هتلاقيه كاتب لك الميثانول ممكن يبقى معاه سلو ريسبيريشن. طبعا ده ليه بقى؟ في الاخر خالص قبل ما يموت يحصل ديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر. يبقى انما هنا اثناء الميتابوليك اسيدوزس ديب رابيد بريدنج. ماشي يا جماعه؟ ادي ايه المنظر بتاعنا والكلينيكال بيكتشر. اخيرا طبعا بيعمل سي ان اس ديبريشن. سيبك من الكلام الفارغ اللي مكتوب في الكتاب، اي سي ان اس ديبريشن خدنا لها قاعده كده، بيعمل جمله اسمها دي اس اس سي ذن ديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر. يعني ايه دي اس اس سي؟ قلنا بقى عن الاتروبين في الديبريشن ستيج، يعني دراوزنس سليب ستيوبر كوما، وفي الاخر ديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر. خلاص لا تتابع بتاع اي ايه سي ان اس ديبريشن. هتلاقي مره سر صعوبه كتاب التوكسيكولوجي، هتلاقي مره كاتب لك السم ده بيعمل سي ان اس ديبريشن، اذا بيعمل لي كونفيوجن ومش عارف ايه. مره ثانيه دراوزنس كل مره بيكتبها بطريقه شكل، هي جمله واحده. اي سي ان اس ديبريشن معناها كده، دراوزنس سليب ستيوبر كوما ذن ديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر. ده التتابع بتاع الكوما. خلاص ادي الكلينيكال بيكتشر. طيب بيموت من ايه؟ خلاص بقى اتفقنا سنترال اسفيكسيا. انفستيجيشنز، ايه الفحوصات اللي بنعملها في الحاله دي بقى؟ هتعمله طبعا تشوف الليفل بتاع ميثانول قد ايه، ديتكت ميثانول ليفل، تعمل له فاندس اكزامينشن طبعا 100% لازم تحوله لدكتور رمد وتبص على قاع العين عشان المصيبه اللي في عينيه. نمره ثلاثه الاقي عنده ميتابوليك اسيدوز، اشوف البي اتش واللي هي بلاد جاسز وكده، هتلاقي عنده ميتابوليك اسيدوزس وهتلاقي عنده هايبر كاليميا. طب الميتابوليك ما هو ميتابوليك اسيدوز؟ طب الميتابوليك اسيدوز مفهومه لانه بيزود الفورمك بيزود اللاكتيك. ايه بقى الهايبر كاليميا اللي كاتبها دي؟ جت منين ان شاء الله؟ هو الاسيد لما بيزيد، الاسيد لما بيزيد البلاد بيحصل معاه هايبر كاليميا. ليه؟ علشان الهايدروجين كاريرز اللي في الكيدني. انت بتستهبل يا ابراهيم والله. ليه؟ يعني جبت الاجابه دي منين؟ سنه ثانيه. يا اخي والله والله ما حد جاوب السؤال ده. الصبح ولا واحد فكر فيها اساسا، يعني حاجه غريبه. وفي خلال يعني كل سنين اللي فيها دروس خمسه سته اللي جاوبوا السؤال ده كان جد والله، وكلهم اوائل دفعه. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت اللي جاوبها احمد عصام ده اللي هو طلع الاول على الدفعه السنه اللي فاتت. يعني غريبه يعني. بص يا جماعه بالظبط كده، اي حاله معاها سيفير ميتابوليك اسيدوزس لازم يكون معاها هايبركاليميا. ليه؟ زي ما ابراهيم قال بالظبط. بص المنظر اهو، اسيدوز معناها الهيدروجين ايون كتير روح داخله البوزيتيف دي، روح داخله جوه الخلايا والبوتاسيوم بيطلع بره. فلازم اي اسيدوزس يكون معاه هايبر كاليميا، ودي خطوره الميتابوليك اسيدوزس. الناس بتخاف من الاسيدوزس ليه؟ لان بتعمل هايبر كاليميا، والبوتاسيوم لما بيزيد اتفقنا هو البويزن اوف ذا هارت، بيعمل لي اريزمس رهيبه بقى. خلاص؟ استاذ ابراهيم يعني رايي فيك من اول يوم والله العظيم. في الكدني كمان هي. بس هي هو المنظر ده يعني ايه بتريبليس؟ هو بصراحه اللي انا كنت اقصدها قصدك كده الكدني، الكدني بيبقى فيه ميكانيزم فبيحصل ماشي. ببساطه يعني اي سيفير ميتابوليك اسيدوزس خطورتها ايه؟ انها بتعمل سيفير هايبر كاليميا. خلاص؟ هي الميكانيزم موجوده في كل السيتس مش في الكدني. هيدروجين اي زياده بره كده، فداخله والبوتاسيوم يطلع بره. سيفير هايبر كاليميا.
ماشي يا جماعه. ده بالنسبه لايه الانستجيشن بتاعه الايه ميثانول توكسيستي. بعد كده بس السؤال المتوقع طبعا ما حدش هيجاوب، هتقعدوا تتفرجوا عليا كده وبستمتع انا باللحظه دي، بحس ان اه والله سعيد لقيتك جاوبت، يعني حرمتني من لحظه السعاده بتاع كل سنه. لا بس مش عارف دكتور، كان في دكتوره بتدينا في سنه ثانيه بتدينا كتير. اسمها ايه؟ كان اسمها دكتور، بس انا فاكر ان هي ركزت على الجزء ده. الشابو يعني لا شوف الكلام ده والله. دكتور سيد الروح برضه السنه اللي فاتت في الفرع. اه بس ده دكتور بيدرس الطلبه على مستوى ماجستير يعني بيدوهم حاجات قويه. خلاص يا جماعه ده بالنسبه قال عليك طالب الطب دول بقى لو كنت عايز الحقهم، هو طبعا احنا لحقناهم لان هم ما ماتوش بس طبعا يعني اتعبوا. خلاص العلاج بيبقى ازاي؟ كالعاده خمس خطوات في كل السموم اللي في الكتاب بفكر فيهم، مش لازم خمسه يتعملوا طبعا. اول خطوه اسمها سبورتد اي بي سي ستاندر، ثاني خطوه جي اي تي دي كونتامينيشن في كل السموم، بكتب جاستيك لافاج اكتيفيتد شاركول بس الكحوليات ما بتلزقش على اكتيفيتد شاركول، بكتب بدلها جاستيك لافاج بصوديوم بايكربونيت. خلاص ثالث خطوه دايما اسمها ايه؟ ريموفال فروم بلاد، يا اما دايوريز ده انا مش مذاكر حاجه خالص، هقول له دايوريز اف مودريت توكسيستي اند كيدني از فانكشننج، ودايالسيز اف سيفير توكسيستي اند رينال فيلير. لو انت مذاكر ابدا حددها بقى، هتقول له سيفير توكسيستي معناها ايه؟ اهي السؤال ده بيجي الوقت بيجي كتير قوي على فكره. ديسكاس او انيوميريت انديكيشن اوف هيمودايالسيز ان ميثانول توكسيستي، امتى بعمل هيمودايالسيز؟ في عيان متسمم بالميثانول. هم خمسه انديكيشن او ببساطه لو انت مش مذاكر هم اثنين انديكيشن، يا رينال فيلير يا سيفير كيس. لو مذاكر ترجم بقى يعني ايه سيفير كيس. ايه بقى السيفير كيس دي؟ اول حاجه اهي ميثانول ليفل اكتر من 50 ملغ في الميه. شفت الفرق بين الميثانول والايثانول؟ بتاع الايثانول كنت بعمل له دايلسيس امتى؟ لو الليفل عدى 350، انما ده لو عدى 50 بس بعمله هيمودايلسيس اخطر بكتير. خلاص نمره 2 فيجوال سيمتوم يعني سيفير كيس، طلب الطب دول لو كان مجرد ما اشتكوا عينهم فيها مشكله كده كان لازم تعملوا دايلسيس على طول كنت هتلحقوا. خلاص هم اغلبهم على فكره اول شكوى في العين، هي مش عليكم الكلام ده بس اول شكوى ليهم بيسموها سنو فيلد، يقول لك انا حاسس الدنيا كلها لونها ابيض حواليا، بيكون غالبا اول شكوى عشان الجانجلون بتبقى فلاشز كده في الاول، الدنيا كلها بيضاء قدام، بيكون اول شكوى ممكن يتلحق في اللحظه دي، لو استنيت اكتر من كده بيكون راح بقى خلاص. خلاص بقيت بعد كده سيفير كيس يعني سيفير ميتابوليك اسيدوزس، سيفير كيس يعني فيلير اوف تريتمنت، هجرب العلاج اللي انا هقوله دلوقتي اللي هو الانتيدوت وفشل اضطر اعمل هيمودايلسيس. خلاص ادي الخطوه الثانيه. الخطوه الرابعه في اي سم في الدنيا اسمها ايه؟ انتيدوتس، ده تتابع العلاج في كل السموم. انتيدوتس، هل الميثانول ليه انتيدوت؟ طبعا ليه انتيدوت طبعا. طب الميثانول اللي خدناه من شويه كان ليه انتيدوت؟ هو ملوش بس بنعتبر الفيتامين بي 6 هو الانتيدوت، لان ده سؤال شهير differentiate between antidotes of ethanol and methanol، لان الاثنين زي ما نشوف دلوقتي عكس بعض تماما. خلاص الايثانول كان الانتيدوت هو فيتامين بي 6، ليه بستعمله كانتيدوت؟ لان بيعمل ستيميوليشن اوف الكول ديهيدروجينيز، طبعا لو عملت ستيميوليشن في الكول ديهيدروجينيز هنا يبقى انا موتت العيان، لان هحاول الفورم هزود الفورمالدهيد والفورميك اسيد وما ينفعش هنا خالص. خلاص هنا الانتيدوت هو ايه بقى؟ خلي بالك الانتيدوت الاساسي طلب الطب دول لو كنا انقذناهم كنا عملنا لهم اديناهم ايثانول، طبعا هو ده الانتيدوت الاساسي هو الايثانول. ليه ان شاء الله؟ عشان الالكول ديهيدروجينيز والاكت اون ايثانول ليفينج ميثانول ان تشينجد، كان هو ده العلاج الوحيد. خلاص احنا عندنا في مصر تفتكروا كل واحد شارب ميثانول يجي لي المستشفى بديله ايثانول بشربه خمره يعني، وانا عندي ازاز خمره في الاستقبال؟ لا طبعا. بره في اوروبا بيشربوا خمره فعلا، عندهم ويسكي ومش عارف جاهزه في الاسكي، والله بجد ميثانول توكسيستي يشربوا ايثانول. طبعا عندنا لو عملنا الحركه دي هتلاقي كل شويه واحد جاي لك من بره يا دكتور مش شايف حاجه عايز ايثانول، اه مش هتخلص يعني. خلاص فبنديهولهم بقى ازاي؟ بنديهم ايثانول فعلا بس بنديهولهم ازاي؟ مش اورال، بنديه انترافينس محاليل ايثانول في الوريد. وينفع كحول يتاخد في الوريد؟ ينفع بشرط تركيزه ما يزيدش عن 10%، الكلام ده مش عليكم يعني بس ما يزيدش عن 10%، اكتر من 10% بقى هتلاقي عمل بين رهيب وحرقان عذاب. اه فعلا عشان ما انترافينس 10% دي كافيه فعلا، كافيه بقى جدا. هو احنا الغرض من العلاج ان نخلي البلاد الكحول ليفل ايثانول ليفل يوصل لحد 100 ملغ في الميه، يعني برضه بيخش في يوفوريا وبيسكر هو بيتعالج فعلا، بيخش في المايل توكسيستي خلاص فبنحافظ على الموضوع. كنا بنشربه اسهل ما يعني في استقبال احط ازاز خمر يعني ما اجيبها يا دكتور الكحول من الصيدليه مفيش عم، لا ما ينفعش التاني ده تركيز عالي ايوه
ما معلش بقى احنا بدي دول انتوا في ناس احلى وخلاص خلاص عشان يحرم ماشي يا جماعه يبقى هو ده الميثانول هو ده الانتي دوز اللي احنا بنستعمله بس بينه وبينكم لو فكرتوا هتلاقي الميثانول ده بيعمل سي ان اس ديبريشن يعني العيان جاي لك عنده سي ان اس ديبريشن وانا بعمل احنا بنديله ايثانول اللي هو كمان بيعمل سي ان اس ديبريشن ده انا ممكن لو ما عرفتش تظبط الدوز كويس هتدخله في كوما وهتموته لازم الدوز تتحسب بالسنتي خلاص عشان كده اخترعوا انتي دوز جديد احلى بقى حاجه جديده جايه اسمها فورميفايل بايرازول بيشتغل ازاي بقى الفورميفايل بايرازول ده رائع انتي دوز جديد كل اللي بيعمله بيشتغل عكس البايرادوك الفيتامين بي 6 بالظبط بيعمل ديبريشن اوف الفا والدي هيدروجينيز وبالتالي خلاص خلصت كده الميثانول هيفضل عامل تشينج عكس الفيتامين بي 6 تماما خلاص لما ده ينفع لا ايثانول ايه الايثانول مشكلته ده شارب خمره كتير الكحول نفسه سي ان اس ديبريشن انا عايز اكسره وعايز اخلص منه احوله لاسيتالدهايد ده مش هيعمل حاجه انما ده الميثانول الميثانول مش شارب كميه كبيره حاجه ده هو كميه صغيره وهيتعمي وهيحصل له مصايب فانا عايز اخلص من الميثانول المفروض عنده ده ماشي يا جماعه ها تقصد ايه قول يعني اقصد ان انا كده لو لغيت الالكول دايتروجينيز ده الايثانول هينزل في اليورين انتاج لا ينزل فين هو بيقول لك ايه اللي خلى الشرب هو كل واحد بيشرب خمره بيجي المستشفى لا اللي هو شرب كميه كبيره ودخل بقى في كوما ودخل في مشاكل يعني عنده ايثانول كتير وحصل له ابزوربشن الايثانول في كميه كبيره فانا عايز اخلص منه عايز الايثانول ده يتكسر اخلص منه المهم يبقى الايثانول التاني اسمه ايه فورميفايل بايرازول رائع ما يعملش سي ان اس ديبريشن كل اللي بيعمله ان هو بيعمل ديبريشن اوف الكول دي هيدروجينيز خلاص طبعا ده احلى من الايثانول بكتير لكن لو حد شرب ميثانول في مصر عندنا في مركز السموم هنعمل له ايه هياخد ايثانول طب في اي بلد في العالم مراكز السموم اللي في العالم كلها بيدوا له ايثانول برضه ليه ان شاء الله برافو عليك لان الفن ثايب بايزول ده مش غالي ده الجرعه الواحده بتكلف 2000 دولار فالعيان ممكن يحتاج له مثلا 20 30 جرعه هيكلفه 50 60 الف يبقى واحد شرب كحول ميثانول سبيرت احمر ب 50 قرش عنده 50 الف دولار ده ما يولع والله صحيح بجد ده اسمه كوست بنفيت فاليو ما ينفعش كده فبالتالي ايثانول حلو جدا طبعا ده افضل بكتير بس غالي هو ليه غالي كده لا هو ده تصنيعه صعب تصنيع غالي ده منه فيه ماشي هو بنديه مين بقى اللي يقدر يتحمل يشتريه انما اي واحد من الشارع كده لا يعني بره خارج التامين الصحي خارج ال ان اتش اس او وات ايفر بقى ما اعرفش بقى مش استار خاص كان شركه مثلا ما حدش ياخد بالظبط يعني خلاص المهم الفورم ثايرو بايرازول هو الاحسن طبعا انما لما تتسال مين الاحسن يتنوع طبعا هو الفورم ثايرو بايرازول مالهاش دعوه بحكايه غالي ولا مش غالي هو طبعا الاحسن هو ده لان ما بيعملش سي ان اس ديبريشن خلاص ثالث انتي دول بص يا جماعه عشان خاطري ثانيه واحده بس بكره ان شاء الله هناخد الكربون مونوكسيد والساينايد ان شاء الله لما هناخد الساينايد وهناخد بكره الديث سيرتيفيكت شهاده الوفاه مهم لما هناخد الساينايد هنعرف ان في انتي دوت للساينايد اسمه داي ميثايل فور امينوفينو كل الطلبه اخر السنه بيتلخبطوا بين الفورميثايل بايرازول والداي ميثايل فور ما بقاش عارفين هو ده بتاع مين وده بتاع مين لا سهله جدا افتكر دايما ان الفورميثايل فور ميثايل الكول يبقى الفور ميثايل اهو فور ميثايل خلاص انما الداي ميثايل فور ساينايد ده اللي بيحصل خلاص سهله بقى اول ما تسال يبقى فور ميثايل فور ميثايل داي ميثايل بتاع بكره ده بتاع الساينايد خلاص ده بالنسبه ايه الانتي دوت في انتي دوت ثالث واخير فاشل كده بس بيجربوه برده ممكن ينفع شويه بيدوا له فولينيك اسيد ليه عشان الحته دي لان بي ايه بقى برده بيخلصني من الفورميك اسيد يحوله الى سي او 2 ميه وحاجات كده بس ده مش حاجه مشهوره قوي يعني ده بالنسبه للانتي دوت اخر خطوه في العلاج اللي هي السيمتوماتيك تريتمنت دي مش عايزه مذاكره بشوف السم عمل ايه وعالجه انا قلت بيعمل ميتابوليك اسيدوزس يبقى العلاج ايه علاج الميتابوليك اسيدوزس صوديوم بايكربونات مش قلنا دور الصوديوم بايكربونات اهو يعالج الميتابوليك اسيدوزس نمره 2 قلت بيعمل هايبوجلايسيميا لو بيخلص النات برضه يبقى ياخد جلوكوز قلت بيعمل اي مانيفيستيشن يبقى كير اوفثالموسكوبيك اكزامينيشن اي حاجه بتحوله لرمد المهم في حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت بعالج الاعراض اللي عنده ماشي يا جماعه ده بالنسبه للسم الثاني المهم اللي هو الميثانول فاضل لي سم واحد بنسبه 90% بيتشطب خلاص هناخده بسرعه جدا على قده كده هو كلمتين ثلاثه المهمين اللي فيه وخلاص هي مجموع السم الثالث المهم اللي هو الجاز او الكيروسين خلاص والكيروسين ده بيتبع مجموعه كبيره بيسموها الهيدروكربونز يقول لك بقى ايه هي انواع الهيدروكربون بتيجي منين اشطب الكلام الفارغ ده
ونبدا نذاكر على طول من اول كلمه ايه كيروسين بويزنينج. الكيروسين اللي هو الجاز ده بيجي منين؟ من ها؟ بيجي منين؟ مشتقات بترول طبعا، جاز خلاص؟ بيستعمل في ايه؟ في الصناعات وفي كوقود وقود وحاجات زي كده. نما ثلاثه الواحد بيتسمم بيه ازاي؟ اكسيدنتال تشيلدرن او سويسايدال ان يونج فيميلز ان يونج ايجيبشن فيميلز. والله بجد الفيميل في مصر اشهر طريقه انتحار في المناطق الفقيره يعني وكده هي طريقه انتحار واحده اللي عندهم الجاز وعبور الجاز اللي عندها ده بتروح كده بتعمل بيه حاجه من اثنين يا ترميها على نفسها كده وتروح مولعها في نفسها يا تروح شاربه اللي جواها. والله بجد يا اما كيروسين طبعا ثواني خيبه يعني جدتي شربته ما ماتتش ما هو شبه كبيره صغيره اه طبعا كيروسين شويه اه تعرف دلوقتي ثانيه واحده بس خد خلاص شربته ليه؟ بابا زعل عملت فيها ايه؟ لا بابا زعلها اللي هو وهي صغيره اه ماشي مش درجه كويسه في الامتحانات والله ولع في نفسي واحده بقول لك مالك مخور جدتك درجه وحشه بتاع جدتك دخلت مدارس كده جدتي انتوا صغيرين اصل انا جدتي طبعا جدتي في حاجه 80 وكان في مدارس ما شاء الله طبعا دخلت فرنسي مدارس اصل كان بيعلم بنته في الوقت ده كان يبقى واحد كان باشا برنس طبعا مش باشا اصلا لا انا برضو ابو جدتي الحمد لله ما كانش باشا مش تعرف حاجه خالص يعني الله يرحمها يعني فالمهم يبقى اكسيدنتال انشيتن او سوسايدال نونج ايجيبشن فيميلز بعد كده فيتال دوز مش عارف ايه اي كلام سيبك من الكلام ده بعد كده كوز اوف ديث اللي بيشرب كيروسين ده بقى بيموت من ايه اتفقنا كل الفولاتايلز ار سي ان اس ديبريسنت يبقى يعمل ديبريشن سنتر اسيكس خلاص بس خلي بالك إذا ذكر الميثانول لازم تكتب وراه على طول ميتابوليك أسيدوز وبلايزس إذا ذكر الكيروسين لازم تكتب وراه نمونيا ده احنا قلنا قبل كده لو واحد شرب جاز اوعى تخليه يرجع لو نقطة كيروسين واحدة دخل في الاير باسج نمونيا وانت بتعمل جاز كلاباج اقفل الاير باسج كف دندرجين تيوب لو نقطة كيروسين واحدة بتعمله نمونيا خلاص الكيروسين يساوي نمونيا تفتكروا ليه؟ لأن الكيروسين ده فيه صفتين اول صفه هايلي فولاتايل تاني صفه لو فيسكوستي الزوجه بتاعته قليله جدا وبالتالي مجرد ما بيشرب جاز لو رجع شويه كده بمنتهى البساطه تروح داخله في الاير باسج بمنتهى السهوله ده مش كده بس ده وهو لسه بيشرب كده لان هايلي فولاتايل ممكن يروح داخل بيبر بتاعته كده تروح داخله في الاير باسج نيمونيا فظيعه بتحصل كتير جدا وكل الايفكت في الكيروسين بسبب النيمونيا دي زي ما نشوف دلوقتي خلاص يبقى النيمونيا دي اهم حاجه في الكيروسين ماشي يا جماعه الميكانيزم في اكشن الجاز ده بيعمل ايه؟ طبعا الجاز ده لوكال اريتيشن اوف ذا ميوكس ممبرين يعني الجاستريك ميكوزا فيحصل له نوزيا فومتنج كوليب داري فومتنج خلاص ودي المشكله مع الفومتنج بقى ممكن بعض الكيروسين يروح داخل الاير باسج نمره اثنين لان الجاز ده اللي هو الكيروسين فولاتايل يعني بيعمل سي ان اس ديبريشن يبقى العيان اتوقع يحصل له دراوزنس ديب سوبر كوما وحاجات كده خلي بالكم بقى الكيروسين بيعمل سي ان اس ديبريشن ازاي؟ تاخدوش بالكم في الحته دي ابدا في المذاكره بص بقى جدتك ما جراهاش حاجه ليه خلاص هو طبعا معروف الكيروسين بيعمل سي ان اس ديبريشن خلاص لكن المعلومه الغريبه بالنسبه لكم اول مره تسمعوها دلوقتي ان الجاز الكيروسين ده لا يمتص من الجي اي تي جدتك شالت شويه كيروسين صغيرين فنزلت الجي اي تي وكملت ما حصلش ابزوربشن امال ازاي الكيروسين بيعمل انهيبيشن اوف سي ان اس السي ان اس ديبريسنت المفروض لا بيعمل ازاي عن طريق النيمونيا اساسا بصوا يا جماعه بصوا الدياجرام ده ما تكتبوش دلوقتي ثانيه واحده بص هو اساس الكيروسين الكيروسين ده بيعمل حاجه واحده في حياته نيمونيا لو دخل في الاير باسج يعمل نيمونيا النيمونيا يترتب عليها هايبوكسيا خلاص الهايبوكسيا هي دي اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن دي الطريقه الاساسيه يعني حتى الديبريشن عن طريق النيمونيا خلاص نمره 2 في ميكانيزم ثاني النيمونيا تعمل له هايبوكسيا والهايبوكسيا معناها انيروبيك جلايكوليسيس يعني لاكتيك اسيد برودكشن يعني ميتابوليك اسيدوز والميتابوليك اسيدوز هي كمان بتعمل سي ان اس ديبريشن نمره 3 نادرا بقى لو واحد شرب كميه كيروسين رهيبه كميه ضخمه جدا ساعتها بقى ممكن الكيروسين يحصل له ابزوربشن ويعمل ساعتها دايركت بس دي حاجه نادره جدا خلاص يبقى السي ان اس ديبريشن اساسا عن طريق النيمونيا اللي ادت الى هايبوكسيا وادت الى يا اما ديبريشن مباشره النيمونيا مفيش طب بمعنى اخر بقى تفتكر اللي يشرب جاز كيروسين اعمل له جاستك لافاش اساسا ولا لا؟ ولا ليه لازمه؟ لانه لا يمتص الا في حاله واحده بس لو كان شارب كميه كبيره جدا من الكيروسين
ساعتها لازم بس كلاش يوزنج كاف ذا اند تراكيتيو، او لو كان معاه كيروسين ده معاه حاجه ثانيه اقدر اديتلز بقى بعد بس كلاش عشان الحاجات الثانيه مش عشان كيروسين. خلاص يعني اديله مضاد حيوي ولا لا؟ لازم اديله مضاد حيوي، هي كيميكال نيموني بس بيحصل عليها اون توب بقى سكندري انفكشن، فلازم ياخد مضاد حيوي برضه. تسال السؤال ده ليه؟ لا مش عارف. هو صراحة الاثنين اللي بيبهروني في المجموعة بتاعتكم سارة يحيى صبح والراجل ده أول مرة. سارة برضو من النوع اللي هي زي نفس دماغها كده، يعني ما بتتكلمش كتير، ما قالتش غير ثلاث أربع كلمات من بداية الدرس أول مرة، إنما كل كلمة وحياة ربنا في الكون، يعني دماغ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سواء دكتور الواحد دلوقتي بيقوم ينام عشان كده والله انا بنصحكم دايما انا كمان صبح افضل، يعني باجي على اليوم ده بسقط، يعني كلنا بنسقط الصبح الصبح كمان خلاص. يبقى الكيروسين خلي بالك الكيروسين بيعمل سي ان اس ديبريشن ازاي؟ بثلاث طرق اهمهم النيمونيا ادت الى هايبوكسيا. نمره 2 ميتابوليك اسيدوز، نمره 3 الكتاب كاتبها نمره 1 لا دي نمره 10 ليه دايركت افكت بقى مش ده هو بس هو لحق نفسه كاتبها بروتوكسين لو لارج امونت لو كميه كبيره قوي. خلاص طيب من الكلام اللي انا قلته بقى كلينيكال بيكشر غير مذاكره، ما دام بيعمل جي اي تي ريتيشن يبقى يعمل لي ان بي سي دي نوزيا بومبنج كوليك دايريا، بدل بيعمل سي ان اس ديبريشن يبقى دراوز سي تي سوبر كوما ويعمل لي نيمونيا. طبعا اوعى تنسى كلمه نيمونيا لانه هاي فولاتايل اند لو فيسكوس. لو كرونيك اكسبوجر تو كيروسين، واحد شغال في بيبيع جاز مثلا كل يوم بيتعرض للجاز والحاجات دي بيحصل له شويه كرونيك افكت مش مهمه ولا حد يسال فيها، شويه بقى ايه انيميا وويت لوس ويكنس وضعف زي الناس اللي شغالين في محطات البنزين بره في كل بلاد العالم المحترمه. مفيش حاجه اسمها عامل شغال في محطه بنزين، انت بتدخل بنفسك المحطه تملى بنفسك تملى بنزين وتروح وتمشي خلاص، لان الراجل اللي قاعد طول اليوم في محطه بنزين ده بنزين ده مصيبه بالانهيليشن بتاعه كده بيعمل ديبريشن اوف ذا بون مارو وانيميا بيحصل لهم مصايب خلاص. فنفس الكلام ده برده مع الكرونيك يوز بيستعمل بيعمل برده شويه مشاكل كده على اللونج ران. ماشي يا جماعه؟ بيموت من ايه اتفقنا؟ يا اما ديبريشن اوف اسبال سنتر يا اما نيمونيا. كلمه نيمونيا دي بتتحشر في كل حاجه في الكيروسين خلاص. بعد كده اعالجه ازاي؟ يلا حد يعالجه بقى من غير ما نبص في الورق ولا الكتاب ولا حاجه. اول خطوه مين اللي هيعالجه؟ واحد يعالج يلا زهره يلا عالج الكيروسين. اول خطوه سبورت اي بي سي استنبه. نمره 2 جي اي تي دي كونتامينيشن جاستيك لافاج وابتدي ده هنا في شرط ما ينفعش خلاص. بس خلي بالك جاستيك لافاج ما بيتعملش في كل الحالات، بيتعمل فقط لو لارج اماونت او لو اذر اديتيفز معاها حاجات ثانيه. ايه الاذر اديتيف؟ قصده ايه اللي عايز يفهمها يعني اذر اديتيف دي؟ لان خلي بالكم في مبيد حشري اسمه اورجانو فوسفاس انسكتسايد معروف، ده بيتباع في السوق ازاي؟ يا اما سبراي، يعني هو سبراي بيترش على طول، يا اما بيجي لك بودره ويقول للفلاح كده قبل ما ترشه دوبه في جاز الاول بعد كده رش خلاص. فهو لو دوبه في جاز وجه حد شربه ولا حاجه طفل صغير ولا حاجه ساعتها بيكون كيروسين ومعاه اورجانو فوسفاس، اعمل له جاستيك لافاج مش عشان الكيروسين عشان اورجانو فوسفاس خلاص. ثالث خطوه في العلاج دايرسو دايرسيس لا ما لهاش لازمه يعني. نمبر 4 انتي دوت ملوش انتي دوت. نمبر 5 سيمتوماتيك، ايه السيمتوماتيك تريتمنت؟ عمل نيمونيا يبقى انتي بايوتكس، عمل مش عارف كونفالجنز يبقى دايزبير، اي حاجه بيعملها تعالجها خلاص. الكيروسين بنسبه 90% بيتشطب ان شاء الله، يعني الاهم بكتير هو الميثانول نمره 1 ثم الايثانول نمره 2 خلاص. بكره ان شاء الله هناخد الديث سيرتيفيكت ونخلص شابتر التوكسيك جاسز اللي هو كان مكسر الصناعي، دول 9 صفحات بنصورهم دلوقتي ان شاء الله، بكره تكونوا موجودين باذن الله. يوم الخميس عندنا درس الساعة 10 والساعة 12، 10 ناخد نظري و12 بإذن الله هيكون أول درس عملي إن شاء الله.